بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أساتذتنا الأفاضل وحضورنا الكريم. معكم محدثكم عدنان طلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية، وأتشرف أن أكون معكم في هذه الجلسة البحثية نتدارس ونتباحث في مؤتمرنا الدولي التاسع للبحوث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة، وهو من ضمن فعاليات اليوم الرابع من المحفل العلمي الدولي الرابع عشر بنسخته الإلكترونية. كما يشرفنا أن يكون معنا رئيسا لهذه الجلسة سعادة الأستاذ الدكتور يوسف المشهداني، فحياه الله وبياه وأهلا وسهلا به. وإليكم أحبتنا الكرام ملخص من سيرته العلمية. فالأستاذ الدكتور المهندس يوسف إسماعيل محمد المشهداني حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية لعام 1995 من الجامعة التكنولوجية كلية الرشيد للهندسة والعلوم العراق، وأيضا حاصل على ماجستير في هندسة أنظمة السيطرة للعام 1999 في الجامعة التكنولوجية كلية الرشيد للهندسة والعلوم من العراق. أيضا حاصل على دكتوراه في هندسة أنظمة السيطرة للعام 2010 ومن الجامعة التكنولوجية لكلية الرشيد للهندسة والعلوم والعراق. أيضا حاصل على ما بعد الدكتوراه في هندسة أنظمة السيطرة الذكية للعام 2012 في جامعة ملايا في ماليزيا. حاصل على بكالوريوس في العلوم الإسلامية قسم الشريعة لعام 2004 من جامعة بغداد العراق. حاصل على مرتبة العضو المميز منذ العام 2013 في المؤسسة الأمريكية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيك، رئيس تحرير مجلة الأنبار للعلوم الهندسية من جامعة الأنبار، عضو هيئة التحرير في مجلة العلوم الصرفة في جامعة الكتاب، وعضو هيئة التحرير في مجلة الهندسة في جامعة النهرين. يعمل منذ العام 2004 محاضرا في قسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة جامعة الأنبار، وله العديد من المنشورات التي تضمنت تأليف 4 كتب. نشر 74 ورقة بحثية في المجلات العلمية، وشارك في 49 ورقة بحثية في المؤتمرات المحلية والعلمية، ولديه معامل تأثير 15 في سكايبوس، ولديه معامل تأثير 18 في جوجل سكولر. ساهم في تقييم 304 ورقة بحثية في مجلة ويب أوف ساينس، وحاصل على لقب عالم من منصة أريد العلمية في العام 2023. ما شاء الله دكتور، مسيرة طيبة غنية، بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بعلمك. ولكم الصلاحية لإدارة الجلسة، فتفضل سعادة البروف، ولكم الصلاحية، تفضل. بارك الله فيك أخي الفاضل أستاذ عدنان، شكرا جزيلا للتقديم، بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء، وهذا من بعض ما عندكم، شكرا جزيلا. حفظكم الله دكتور، الله يكرمك. بسم الله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الباحثين الأكارم، أيها الحضور الأكارم، طبتم وطاب يومكم وتبوأتم عند الباري عز وجل مقعدا في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في الجلسة البحثية التاسعة من المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة، وهو اليوم الخامس من أيام المؤتمر المحفل العلمي الرابع عشر الذي تقيمه منصة أريد بنسختيه الحضورية والإلكترونية. تشرفتم معنا اليوم في النسخة الحضورية، سيكون لقاؤنا معكم في 11 بحثا، سيكون لكل باحث 10 دقائق
لتقديم بحثه، و5 دقائق مباشرة بعد تقديم البحث للإجابة عن المداخلات من الحضور الأكارم. سيكون معنا في البحث الأول، والذي هو تحت عنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب بين الإبداع والتحفظ، للأخ الفاضل دكتور محسن رمضان الكومي. الأخ دكتور محسن يشغل منصب المدير التنفيذي ومستشار التدريب لأكاديمية الحنطي في المملكة العربية السعودية. الأخ دكتور محسن خريج كلية التربية عام 93 من جامعة القاهرة، وخريج كلية الحقوق والقانون لعام 2000 من جامعة القاهرة. حصل على ماجستير في الثقافة الإسلامية تخصص إدارة من جامعة التضامن. حصل على الدكتوراه في العلوم الإدارية من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية. له عدة برامج واستشارات إدارية وتربوية. له 3 مؤلفات، وهي الأول تحت عنوان خطواتك نحو التدريب، والثاني تحت عنوان لنسبق كما سبقوا، صور من السبق العلمي للحضارة الإسلامية، والمؤلف الثالث تحت عنوان التدريب الفعال في عصر النبوة. أهلا وسهلا بك أخي الفاضل دكتور محسن، والصلاحية لحضرتك لإلقاء بحثك. الصوت غير واضح أخي الفاضل دكتور محسن، الصوت غير واضح. تسمعني يا أخ دكتور محسن؟ صوت واضح كده يا دكتور؟ نعم تفضل. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأهلا وسهلا بأستاذنا معالي الأستاذ الدكتور يوسف مدير الجلسة، وأهلا وسهلا بالأستاذ عدنان وبكل الحضور جميعا، وأهلا وسهلا بحضراتكم. يسرني أن أشارك معكم في هذا المحفل العلمي الدولي الرابع عشر، والذي يحمل عنوان المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المختلفة. وخير ما أبدأ به في يومنا هذا الجميل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأهلا ومرحبا جميعا بمن خصهم الله سبحانه وتعالى بخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. بمن خصهم الله سبحانه وتعالى برفعته، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. شكر الله لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى وهذا المؤتمر الطيب. بداية فليسمح لي أساتذتنا في علم الحاسب الآلي والتقنية بأن أغوص في بعض من علومهم لأستلهم ربطا ما بين الذكاء الاصطناعي والتدريب كأحد أهم وسائل تنمية الموارد البشرية، والتي ساعدت كثير من المؤسسات في تأهيل وتدريب وتجويد وسائل التدريب وطرقه. وقد يكون الذكاء الاصطناعي في وقتنا هذا فرصة سانحة للتطوير وزيادة فاعلية التدريب، سواء على مستوى قياس الاحتياج التدريبي أو بناء الأهداف أو صناعة المادة أو حتى بناء المحتوى، أو على مستوى الأساليب المستخدمة في العرض والتقديم والبرزنتيشن سكيلز وأساليب التقييم المختلفة وقراءة النتائج. ويمكن بحثنا يتمثل ذلك في نموذجين من النماذج المجانية المنتشرة لدى الكافة، وهي جيميناي جوجل والشات جي بي تي 3.5 كأحد المحركات المجانية في الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وقتنا الحالي. أهداف البحث، حقيقة هدف البحث إلى عدة أهداف نلخصها سريعا، هي إذا رصد سمحت أخي الفاضل دكتور محسن، هل توجد مادة للمشاركة؟ سلايدات أم لا يوجد؟ شغالة يا دكتور، المفترض إنها بتعرض. لا حاليا عرضت، تمام عاشت إيدك. عرضت كده الآن يا دكتور؟ نعم. إيه.
فأهداف البحث حقيقة رصد جوانب التطوير والإبداع التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي وآليات الاستفادة منه، زيادة دافعية الخبراء ورجال التدريب في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، المقاربة بين الإبداع في الاستخدام والتحفظ ومحاذير التحفظ عند الاستخدام، أيضا تعرف المدربين والعاملين في مجال التدريب ومجال التدريس على تطبيقات عملية مفيدة ومميزة يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في بناء منظومة التدريب ككل. مشكلة البحث حقيقة كانت مشكلتين: هل يمكن للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته تحسين عملية التدريب وابتكار وإبداع نماذج تطويرية له؟ النقطة الثانية كأحد الأسئلة التي نحاول نجيب عليها في هذا البحث في إشكالياته، ما هي محاذير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التدريب وكيفية التغلب على هذا؟ وده هيتضح إن شاء الله من خلال التوصيات النهائية. خريطة البحث كانت عبارة عن عدة نقاط: النقطة الأولى أو المحور الأول كان مفاهيم وتعريف، النقطة الثانية تاريخ الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والتدريب، النقطة الثالثة كانت طرق الإبداع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب، الرابعة وهي التطبيق العملي للدراسة، النقطة الخامسة وهي النتائج، والسادسة هي التوصيات. ده خريطة البحث إجمالاً. في نقطة المفاهيم أو المحور الأول في المفاهيم والتعاريف، احتوى البحث على عدة من التعريفات المهمة، خلصنا في 8 تعريفات تقريبا، وهي كانت مثلا معظمها في قدرة الذكاء الاصطناعي وقدرة الحاسب الآلي أو أي آلة أخرى على تنفيذ تلك الأنشطة التي عادة تتطلب ذكاء، فهو فرع في النهاية من فروع الحاسب الآلي المعينة أو المعنية بتطوير الآلات. في تاريخ الذكاء الاصطناعي تكلمنا في هذا المحور عن تاريخ الذكاء الاصطناعي من حيث الفكرة في ألان تورينج سنة 1950 في بريطانيا، ولما أسس الفكرة مرورا بمراحل عدة، المرحلة الأولى هي مرحلة الازدهار وكانت من 1950 حتى منتصف السبعينات، ومن منتصف السبعينات حصل نوع من المنتصف الثاني من السبعينات حصل خمول حتى 1990. من 1990 بدأ مرحلة الازدهار مرة أخرى حتى بدأ تصميم ما يسمى بكيان الحاسوب اللغوي الاصطناعي، والذي يمكن إجراء استخدام محادثات فيه، إلى أن وصلنا إلى شركة بي إم. وطبعا ضاربين في البحث بعض الأمثلة لبعض الشركات التي ساهمت في تطوير الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، منها شركة أي بي إم لما عملوا حاسوب اسمه ديب بلو الذي قهر كاسباروف مثلا في موضوع أو لعبة الشطرنج سنة 1915، بدأ ظهور الشبكة العصبية الاصطناعية. ده حقيقة تاريخ فكرة الذكاء الاصطناعي. طرق الإبداع المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعد ظهور التطبيقات الكثيرة زي الخلية العصبية في التعامل في الذكاء الاصطناعي، وبدأنا نتكلم على محاكاة الكمبيوتر للإنسان في بعض الأمور، بدأ يظهر بعد كده الفكرة التقليدية، بدأ ننتقل من الفكرة التقليدية في التعلم إلى الفكرة الاحترافية، حتى وصلنا إلى من أول قياس الاحتياج التدريبي، وده البحث بيجاوب على هذه النقاط، حتى مرحلة قياس العائد من الاستثمار في التدريب اللي هي الـ ROI. بعد ذلك في التطبيق العملي في الدراسة، سعى الباحث في التطبيق العملي إلى استطلاع رأي عينة من المدربين والعاملين في مجال التدريب حوالي 42 شخص، ثم بعد ذلك طبقنا بعض الحالات العملية على المحركين في جوجل وشات جي بي تي في مراحل التدريب المختلفة. سريعا في التطبيق العملي في المرحلة الأولى، مرحلة الاستبيان والاستبانة اللي وزعناها على المفحوصين وكان حوالي 42 زي ما وضحنا، كانت النتائج بتقول إن 43% في تصنيف العينة بيستخدموا الذكاء الاصطناعي في التدريب الإداري، و38 بيستخدموا في تطوير الذات، 14 في التقني، 5 استخدامات أخرى في التدريب. الاطلاع والاستخدام 81% من العينة قالوا احنا مطلعين على الذكاء الاصطناعي، 19 قال احنا غير مطلعين تماما، 38% قالوا فقط نستخدم الذكاء الاصطناعي في التدريب، 38 من ال 81، 62 قالوا لا نستخدم الذكاء الاصطناعي ابدا. في تطبيقات التصنيف جيميناي جوجل مثلا 26%، 29% شات جي بي تي، 45 للاخرى. في الاخر نقطة مجالات ومشاكل الاستخدام، 33 في بناء المحور المادة التدريبية، و21% قالوا في قياس الاحتياج التدريب والاستخدام أثناء التدريب، 55% قالوا لا نستخدم الذكاء الاصطناعي بسبب عدم قدرتنا
على التعامل مع التقنية عموما. أعلى نسبة من المشاكل ظهرت في استخدام الذكاء الاصطناعي لديهم كانت في الموثوقية وعدم دقة البيانات المستخرجة من الذكاء الاصطناعي عند التعامل معه في مجال التدريب، وطبعا دي مجاب عليها في التوصيات في النقطة الأخيرة. بعد ذلك المرحلة الثانية وهي تغذية المحركات البحث العاملة بالذكاء الاصطناعي في مراحل التدريب، في قياس الاحتياج التدريبي تم عملنا حالة دراسية، زودنا التطبيقين بوصف وظيفي، قلنا له اكتب لنا وصف وظيفي لوظيفة سكرتير، فكتب هذا المحور التطبيق هذا كتب الوصف الوظيفي وكان دقيق حقيقة، والثاني كتب برضو وصف وظيفي للسكرتير، ثم بعد ذلك افترضنا حالة من تقييم المدير لهذا السكرتير، حالة دراسية افترضناها وغذينا بها الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وجيماناي جوجل، غذيناهم بهذا هذه الملاحظات وقلنا لهم خرج لي الاحتياج التدريبي بناء على الوصف وبناء على رأي المدير في هذا السكرتير، فطلعت حقيقة بعض النتائج الجيدة والبعض الاخر طلع نتائج غير جيده، ودي هنجيب عليها في التوصيات. برضو بعد ذلك استخدمنا استطلاع كافه النتائج وتحليلها مع التعليق وذكر التحفظات، وهذا موجود في البحث بالتفصيل. بعد ذلك اتجهنا لمحتوى تحديد محتوى البرنامج التدريبي وصناعه الحقائب والمحتوى التعليمي، ايضا غذينا المحركي البحث في الذكاء الاصطناعي ببعض هذه النقاط، وكانت التقسيمات ومحاور البرنامج واهدافه، طلع لي تقسيمات وطلع محاور برنامج تدريبي وطلع اهداف ايضا. ثم ذلك جينا عند ماده العرض التدريبي، وكان هناك بعض المشاكل في العرض كباوربوينت او كبرزنتيشن يظهر للاخر، كان هم فقراء الاثنين في هذا وقالوا لا نتعامل بالباوربوينت وما نقدرش نطلع لان هم مجاني، اما النسخ المتطوره المدفوعه لها القدره على ان تخرج لنا عرض تقديمي شامل. ثم بعد ذلك الاساليب والمعينات التدريبيه ايضا قلنا او غزينا محركات البحث ببعض الامثله في الاساليب والمعينات التدريبيه زي الكيس ستادي والحالات الدراسيه، واخرج لينا بعض الحالات الدراسيه وكان حياه جيد، حتى لدرجه ان هو في صناعه الافلام التدريبيه قلنا له اعطينا بعض الامثله على حاله من الموظفين ياتي الى الدوام متاخرا كحاله دراسيه، نريد بعض السيناريوهات لفيلم تدريبي يجيب او يعطي يساعد المدرب في هذا، خرج لينا سكريبت او خرج لينا سيناريو متكامل لحاله دراسيه وفق ما غذي به. اما في نطاق الالعاب التدريبيه هناك الكاهوت وهناك الايد بازل وهناك الكلاس بوينت، ودي بعض النقاط اللي ممكن تساعد المدربين في الالعاب التدريبيه، وده جزء مجاب عليه في في البحث بشيء من من التفصيل. النتائج حقيقه اللي وصلنا ليها اهميه استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب، تقدير المدربين لاهميه استخدام الذكاء الاصطناعي، تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب وكثرتها، توفر سبل الابداع عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إمكانية استخدام الذكاء الصناعي في بناء محاور المادة التدريبية والحصول على محور. أخي الفاضل دكتور محسن، معك دقيقتين. أخي الفاضل دكتور محسن، التدريبية وقياس العائد من التدريب والحالات الدراسية، ولكن في بعض النتائج الثانية قد يغير تطبيق الذكاء الاصطناعي النتائج المستخرجة عند تغيير الأجهزة المستخدمة، يعني لو أنا بنفس دكتور الحساب. محسن أخي الفاضل، معك دقيقتين للإكمال العمل. أشكرك دكتور يوسف على التنبيه. التعدد واختلاف النتائج بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، اختلاف دقة وجودة النتائج المستخرجة في الذكاء الاصطناعي، توفر أدوات عديدة من الذكاء الاصطناعي، وجود تحفظات فعلية عند استخدام الذكاء الاصطناعي سواء التطبيقين المجانيين في تصميم المادة التدريبية، الموثوقية هي أكبر التحفظات عند الاستخدام، فعلا ثبت ذلك في الموثوقية وفي الاعتماد عليه في المصادر العلمية. نخلص سعادة الدكتور والحضور الكريم إلى التوصيات، مراعاة الجوانب الأخلاقية أول توصية في الاستخدام عند في التدريب، مراعاة الجوانب الأخلاقية والشرعية والقانونية عند استخدام مواد أو بيانات مستخرجة بالذكاء الاصطناعي، ضرورة المراجعة لكل مخرجاته إذا استخدمناه في التدريب وخاصة في بناء المادة العلمية أو محاور المادة العلمية، ينبغي التدقيق عند سؤال الذكاء الاصطناعي والطلب، دقة السؤال تعطي في النهاية إلى نتائج مميزة.
عدم اكتفاء المدربين بمحركات المجانية زي الشات جي بي تي وجيميناي جوجل كنموذج مجاني، ولكن يجب أن يسعوا إلى تطوير أنفسهم في التدريب عليه. ضرورة قيام المدربين المؤهلين بنقل خبراتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب للزملاء الآخرين، العمل على تأهيل المدربين لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بصورة عامة، ضرورة تدريس مادة عن طريق مادة محتواها طرق استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم بكليات التربية، ثم ضرورة مراجعة مواد التدريب المقدمة، تأسيس برنامج تدريبي جديد تحت مسمى إعداد مدربي ذكاء الاصطناعي للمساعدة في نشر ثقافة استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريب. طبعا كلنا بنسمع وبندرب التي او تي، ولكن ممكن نضيف محور جديد استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المدربين. ضرورة التأكيد على المدربين في استخدام تقنيات بديلة عن الاثنين التانيين، ضرورة التعرف على آليات البحث، استخدام أكثر من نموذج للذكاء الاصطناعي في الحصول على محاور تدريبية جديدة، الجمع بين نماذج ونتائج البحث المختلفة وانتخاب أفضلها، النظر في الموضوعات الفرعية لنتائج التطبيقات الذكية وإعادة ترتيبها أو تعديلها أو حذفها أو عدم استخدامها في حالة عدم مؤهلتها المستهدف الإيه التدريبي. دي كانت معظم التوصيات التي خلصت إليها أو خلص إليها البحث. ثم بعد ذلك عدم الاعتماد على تقسيم المدى الزمني للبرامج التدريبية والتقسيم الزمني اللي ممكن ينتج عن الايه عن الذكاء الاصطناعي عند استخدامه في تقسيم زمني للمادة التدريبية. وفي ختام البحث أشكركم شكر جزيل على الاستماع ومتابعة العرض، وأتمنى أن أكون قد أوضحت مرامي البحث وجوانبه التطبيقية العملية وما آلت إليه النتائج وما أوصت به توصياته. شكر الله للحضور جميعا، وأسعد أن أشارك معكم تساؤلاتكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي الفاضل الدكتور محسن، شكرا جزيلا. إذا بالإمكان أخذ مداخلة واحدة فقط لأن الوقت انتهى تقريبا ب15 دقيقة. أخي الفاضل الأستاذ عدنان، إذا أمكن هل توجد مداخلة؟ نعم دكتور، من أحب أن يشارك أساتذتنا الأفاضل فليرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله في صندوق الدردشة الشات حتى نطرحه على الدكتور محسن. طيب دكتور، أظن ما في مداخلات، حبذا لو شكرا جزيلا، بارك الله بك أستاذ عدنان، شكرا جزيلا. نكرر الشكر لأخونا الفاضل الدكتور محسن على هذا البحث، بارك الله فيك أخي الفاضل. ننتقل إن شاء الله معكم إلى البحث الثاني، والبحث الثاني تحت عنوان تحديات التحول الصناعي والمعيار الأخلاقي. هذا البحث من إعداد الأخ دكتور حمزة العلي. الأخ دكتور حمزة العلي هو طالب دكتوراه في جامعة ميد أوشن في تخصص الذكاء الاصطناعي، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، حصل على درجة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة حلب عام 2009، وحصل على البكالوريوس في هندسة الاتصالات جامعة حلب عام 2006، وهو عضو في منصة أريد منذ عام 2017، وحاصل على العديد من الأوسمة أهمها وسام مبدع. ساهم في تنظيم ملتقى بلاد الشام لعام 2022، قدم عدة محاضرات وأبحاث في مجالات مختلفة سواء في العلوم الإسلامية أو العلوم التقنية. له خبرة 18 عاما في إدارة مشاريع تقنية المعلومات في السوق السعودية. بارك الله بك أخي الفاضل دكتور حمزة العلي على هذه السيرة العطرة والجمع بين التخصص الشرعي والتخصص الهندسي. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك أبواب رحمته. الصلاحيات معك لإلقاء بحثك أخي الفاضل دكتور حمزة. جزاكم الله خير سعادة البروفيسور يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة منصة أريد وإدارة المحفل الرابع عشر،
أتمنى يعني أن أقدم إن شاء الله معلومات مفيدة وقيمة، واستغلال الوقت سنبدأ بالبحث مباشرة حرصا على الوقت والتنظيم المميز لهذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان البحث: تحديات التحول الصناعي والمعيار الأخلاقي ودور الجامعات الريادي. يبرز دورنا كأمة أول ما أنزل في رسالتها كلمة اقرأ، وتكررت بلفظ اقرأ باسم ربك، ومدلول الآية يحتم على كل بصير أن يقرأ علوم الكون المنظور باسم المنظومة الأخلاقية الربانية التي نصت على استخلافنا بعمارة الأرض وإحياء الإنسان وبقائه عبر الأجيال، العنصر الرائد في هذا الكون والقادر على تسخير مستجدات العلوم لإصلاح حياة البشر بدون إفراط أو تفريط. وبات من المعلوم بالضرورة لكل باحث وعالم مهتم أن عدد أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الكبيرة والبيانات الضخمة التي تتعامل معها مخرجات الثورة الصناعية الرابعة يشكل بركانا تقنيا يحمل مخاطر كبيرة، وخلق تحديات كبرى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا أمام المعيار الأخلاقي الذي سيحدد مسار البشرية في تحديات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مع التسارع الرهيب في تحديثات مخرجات هاتين الثورتين. وهنا تبرز أهمية تشكيل مجالس علمية رصينة في الجامعات ومراكز الأبحاث لسد هذه الثغرة الأخلاقية والقانونية. منهج البحث: سأقدم في هذا البحث دراسة تحليلية وفق المنهج التوصيفي، مستندا إلى مصادر رصينة من كتب وأبحاث قيمة وإحصاءات حديثة نشرت في مجلات علمية ذات مصداقية عالية، بما يخدم أهداف البحث وتوثيق النتائج مستعرضا للمشكلات وطرق معالجتها من منظور الواقع العملي. نظرة عامة على الثورة الصناعية الرابعة: إن الثورة الصناعية الرابعة انطلقت من منصة الاندماج الثوري لمجموعة هائلة من المكتشفات العبقرية في مختلف المجالات العلوم والمعرفة الإنسانية، ولا سيما في مجالي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث تندمج التقنيات الذكية على نحو تتلاشى فيه الخطوط الفاصلة والحدود القائمة بين ما هو رقمي وتكنولوجي وفيزيائي وبيولوجي. فرص الثورة الصناعية الرابعة: إن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تساهم في تطوير الصناعات في مجالات الرعاية الصحية والنقل والطاقة والزراعة والصناعة والتجارة، حيث يمكن لهذه التقنيات توفير كفاءات متزايدة وتقليص التكاليف وتوفير أدوات قياس أكثر دقة بالمقارنة مع أدوات الثورة الثالثة. وأدت هذه الثورة لظهور منتجات جديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والمدن الذكية الموفرة للطاقة من خلال الاستفادة من إنترنت الأشياء. إن تميز هذه الثورة بالسرعة والتعقيد وشمولها مختلف مظاهر الحياة الإنسانية فستشكل في نهاية المطاف القوة التي ستؤدي إلى إحداث تغيير جذري في العلاقات بين الدول والشركات والمجتمعات في كل منها وفيما بينها. أبرز تحديات الثورة الصناعية الرابعة: في كلمة ألقاها كلاوس شواب، وهو شخصية معروفة وقائد في مجال الثورة الصناعية الرابعة، في افتتاح الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات سنة 2018، والتي كانت بعنوان تحديات العالم في سنة 2018 وما يحمله المستقبل القريب من متغيرات وكيفية الاستعداد لها، ذكر 5 تحديات تواجه العالم مع الثورة الصناعية الرابعة. أولاً، التحديات الإلكترونية: مع تزايد ربط الأجهزة والأدوات الطرفية على الإنترنت يزداد خطر الاختراق السبراني للمنظومات التقنية، مما يجعل المخترقين أكثر قدرة على التحكم والسيطرة بنموذج حياتنا الجديد. ثانيا، تحديات الذكاء الاصطناعي:
تتمثل في منظومة البرمجيات التي ستمكن الآلات من التفكير والتقرير بتصرفاتها دون التدخل من البشر، وبالتالي قد تصدر قرارات مدمرة للبشرية. التحدي الثالث، التحديات الاقتصادية. وتتمثل جملة التحديات الاقتصادية في تغيير حركة الأسواق المالية، وتغيير أنماط الوظائف، وتدريب الموظفين على التقنيات الجديدة، وبروز فئات مقاومة لحركة التغيير التقني، وتخلف التعليم عن مواكبة تأهيل الأجيال للعمل في السوق الجديد. السياسات والإجراءات الحكومية التي تعيق التحول إلى السوق الجديد. مناخات الاستثمار العالمي. رابعاً، التحديات الجيوسياسية. إن صراع الأقطاب الاقتصادية اليوم يمثل تحدياً كبيراً في تحديد مسارات التجارة العالمية وأنماط إدارة الصراع التقني وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي ومكونات منظوماتها وحظر نقل التقنيات بين الدول ضمن مفاهيم إدارة الصراع والأزمة بين أمريكا والصين باعتبارهما الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي. خامساً، التحديات البيئية والمستقبلية. تشكل التحديات البيئية مصدر قلق عالمي يهدد الحياة الإنسانية، وتتصدر هذه التحديات الاحتباس الحراري وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار المنظومة الإيكولوجية والكوارث الطبيعية الكبرى والكوارث البيئية التي هي من صنع الإنسان، وفشل المجتمع الإنساني من إيقاف تدهور المناخ، ويضاف لها هجران البشر للحياة الزراعية والانتقال للمدن بحثا عن الوظائف في قطاعات الخدمات، مما يهدد الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائية المحلية والإقليمية والعالمي. وهنا يبرز دور الجامعات ومراكز الأبحاث المتنوعة بالقيام بدور الموازنة بين المعامل التكنولوجي والمعيار الأخلاقي في التعامل مع مخرجات الثورات الصناعية الرابعة والخامسة، بما يضمن الحفاظ على قيادة الأخلاق الإنسانية ومسارات التحولات الصناعية التقنية، بما يضمن أمن ورفاه البشرية على المنهاج الرباني الذي استخلفنا في الأرض لعمارتها، بما يحقق العدالة والتنافسية القيمية بين جميع أفراد البشرية. نظرة على الثورة الصناعية الخامسة. الثورة الصناعية الخامسة قد تكون مفهوم جديد على كثير من يعني المختصين وغير المختصين. الثورة الصناعية الخامسة يعني تبعت الثورة الصناعية الرابعة بشكل كبير، وسدت فجوة كبيرة برزت في الثورة الصناعية الرابعة سنقف عليها. يشير مصطلح الثورة الصناعية الخامسة إلى الأشخاص الذين يعملون جنبا إلى جنب مع الروبوتات والآلات الذكية. إذ يقوم الأمر بالمساعدة التي تقدمها الروبوتات للبشر ليقوموا بعملهم بشكل أفضل وأسرع من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء الصناعية والبيانات الضخمة، حيث تضيف لمسة إنسانية شخصية إلى ركائز الثورة الصناعية الرابعة للأتمتة والكفاءة. إذا هنا يعني بيت القصيد في الثورة الصناعية الخامسة. الثورة الصناعية الرابعة كانت اعتماد كلي على الآلة، وهذا ما يعني قد وحصلت حوادث، يعني قد كانت تدمر مثلا إطلاق صواريخ نووية في روسيا أو وهكذا، فجاءت الثورة الصناعية الرابعة لتعادل هذا الأمر بإعادة أن يكون الإنسان جنبا إلى جنب مع الآلة. أبرز الفرص في الثورة الصناعية الخامسة. الثورة الصناعية الخامسة تهدف لدعم البشرية لا استبدالهم. كلنا يعني بات يعني معلوما له أن الثورة الصناعية الرابعة جاءت يعني لتغير كثير من مسار الوظائف وإنهاء وظائف كثيرة وإحلال وظائف جديدة. إن الزيادة المفاجئة في مجال الروبوتات لا تمثل فرصة للتخلص من عدد الموظفين واستبدال العمال الذين يؤدون مهام رتيبة متكررة على خطوط التجميع، فالمصنعون الذين يقدرون قيمة الحدس البشري وقدرات حل المشاكل يستعدون للازدهار مما يعزز فرص عملهم الجديدة. الثورة الصناعية الخامسة تدور حول إيجاد التوازن الأمثل بين الكفاءة والإنتاجية. الهدف من الثورة الصناعية الرابعة هو ربط الآلات والعمليات والأنظمة لتحقيق أقصى قدر من تحسين الأداء.
في حين أن الثورة الصناعية الخامسة تأخذ هذه الكفاءة والإنتاجية خطوة إلى الأمام، إذ يتعلق الأمر بتعزيز التعاون بين البشر والآلات. الثورة الصناعية الخامسة لا أمر لا مفر منه. بمجرد استخدامك للتكنولوجيا لجعل عملية ما أكثر كفاءة، فليس هناك فائدة من العودة إلى الطريقة القديمة للقيام بالأشياء نفسها، وهذا هو سبب استخدامنا لبرامج معالجة النصوص الوورد مثلا في الحاسوب بدلا من الآلة الكاتبة. وبالمثل فإن الثورة الصناعية الخامسة هي المستقبل في عالم أخي اقتصاد. الفاضل دكتور حمزة، عذرا معك دقيقة. وبالنظر إلى الكفاءات التي تم اكتسابها فقد تجاوزنا نقطة العودة إلى الوراء. بينما لا يمكن إيقاف تقدم الثورة الصناعية الخامسة، فلا تزال هناك أسئلة أساسية وتداعيات يجب معالجتها مع الشركات المصنعة وصانعي السياسات. فالأتمتة المفرطة على سبيل المثال هي مشكلة أعرب عنها مؤلفي ورقة بحثية مؤخرا نشرت في مجلة أوميكس، ويبدو أن مخاوفهم تعكس التحولات في مواقف المبتكرين مثل أيلون ماكس التي كانت مناهجهم العدوانية في الأتمتة قد خفت منذ ذلك الحين. وفقا لتلك الورقة فإن الأنظمة شديدة التكامل معرضة لمخاطر بنيوية مثل الانهيار التام للشبكة، الاتصال الشديد يخلق بنى اجتماعية وسياسية جديدة، إذا تركت دون رادع فقد تؤدي إلى حكم استبدادي من النظم الآلية مما يهدد البقاء البشرية برمته. من بين القطاعات التي استشهدت تحولات كبيرة بفضل الثورة الصناعية الخامسة هي قطاع الاستثمار الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق يمكن أن نطلق مصطلحا جديدا، الثورة الصناعية الخامسة هي ثورة خضراء لسعيها لتصحيح بعض المسارات في الثورة الصناعية الرابعة التي جعلت من التفوق الآلي رائدا على العنصر البشري والبيئة على كوكبنا. أبرز التحديات في الثورة الصناعية الخامسة: التحديات التكنولوجية، التحديات المالية والتحديات القانونية والتنظيمية، والتحديات الاجتماعية والثقافية، والتحديات البيئية. والخلاصة: من المهم التعامل مع هذه التحديات بشكل فعال لضمان نجاح استغلال التكنولوجيا الذكية في قطاع الاستثمار الأخضر، ويتطلب ذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من جامعات ومراكز أبحاث وتطوير لتبني التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق السياسات واللوائح اللازمة لتعزيز الاستثمار الأخضر والاستدامة البيئية للوصول إلى الغايات والأهداف المنشودة من هذه الثورة الصناعية، بما يحقق الحفاظ على النوع البشري ورياداته في قيادة التطور التقني، بما لا يسمح بالإفراط أو التفريط في استخدام مخرجات كل ثورة تنشأ عبر الأجيال. سأضع جملة من التوصيات والنتائج التي خلصت إليها في البحث. أولاً، تعزيز مفاهيم التعاون والشراكات. يمكن للشركات والحكومات والمؤسسات البحثية أن تتعاون لتطوير التكنولوجيا النظيفة وتبادل المعرفة والخبرات، ويمكن تشكيل شراكات بين القطاع العام والخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات البحث والتطوير والابتكار في مجال الاستثمار الأخضر، ووضع قوانين وسياسات ولوائح تنظيمية للعمل على مختلف فروع التقنيات المتقدمة. ثانياً، التطوير وتدريب وتعليم. يجب توفير التدريب والتعليم المناسب للعاملين في قطاع الاستثمار الأخضر لتطوير المهارات والمعرفة اللازمة للتكنولوجيا المتقدمة، ويمكن توفير برامج تدريبية وورش عمل ودورات تعليمية للطلاب في المراحل الثانوية والجامعية ليكونوا كوادر جاهزة لمباشرة العمل في سوق العمل، لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا النظيفة في مراحل تعليمية مبكرة. ثالثا، إنشاء مراكز البحث والتطوير. إن المشكلة الكبيرة التي تواجه الشعوب العربية والإسلامية ضعف الاستثمار في البحث والتطوير، وإنشاء مراكز بحثية داخل الجامعات وخارجها تتمتع بالاستقلالية المالية، وهذا سر تخلفنا عن ركب الأمم، رغم أن ما شهدنا من تطور صناعي عبر القرون مرجعه إلى العلوم والمعارف الإسلامية التي نهبها الغرب في مراحل الاستعمار واستثمرت في تلك الكتب والمراجع ولم تنسب الفضل لأهله. علينا إيجاد مراكز بحثية لتطوير التكنولوجيا النظيفة وتحسينها بعيدا عن السياسات الحكومية وتقلباتها، وتتمتع بالاستقلال المالي بما يحقق الأهداف السامية لهذه الثورات ومخرجاتها بعيدا عن أي ضغوطات ومنازعات. التعاون الدولي. في ظل هذا التطور المتسارع في التقنيات المتقدمة لمخرجات الثورات الصناعية، يجب إنشاء شراكات وعلاقات تشبيك دولية مع مختلف الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث الرصينة، وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات، بما يمكن الدول والمنظمات الدولية أن تتعاون لتتبادل المعلومات والتجارب الناجحة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار في قطاعات التنمية المستدامة لتحقيق الرفاهية البشرية. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أخي الفاضل دكتور حمزة، شكرا جزيلا على البحث القيم.
بارك الله نستقبل مشاركة واحدة من فضلك أخي الفاضل الأستاذ عدنان. نعم دكتور، الله يحفظك. أحبتنا الكرام، من أراد أن يطرح سؤالا فليرفع ذات اليد لإعطائه الصلاحية. دكتور، كان في سؤال موجه للدكتور محسن، ما أعرف هل بإمكان أخذه أم نعم نعم تفضل. يعني. الكاتب عماد يقول، أو الأستاذ عماد يقول: هل المصادر الموثوقة للنتائج التي يطرحها التطبيقات؟ أظنه يسأل عن برامج الذكاء الاصطناعي، فيقول: هل المصادر موثوقة؟ نتوقع هذا السؤال عن البحث الأول للدكتور محسن، فهو نعم، لك هو احنا للدكتور نتكلم محسن. عن جيمني والشات جي بي تي. نعم دكتور حمزة، هو الأستاذ محسن الله يحفظه. فإذا أستاذ م... إذا دكتور محسن معنا فبإمكانه فتح المايك. تفضل أخي الدكتور محسن للإجابة إذا كنت معنا. شكرا جزيلا. بالإمكان الأخ دكتور محسن أن يطرح الإجابة في الشات إذا تكرم. شكرا جزيلا، بارك الله بك أخي ماكو الفاضل. مداخلة دكتور، العفو، ماكو مداخلة، تفضل. شكرا جزيلا، بارك الله بك. فقط للسؤال، هل معنا الأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة إيناس السيد محمد صاحبة البحث الثالث؟ هل معنا؟ دكتورة إيناس، حبذا لو فقط ترفعين أداة اليد إذا حضرتك موجودة في القاعة، لأن الاسم لا يظهر. أو الباحثة المشاركة الأخرى الأستاذ المساعد الدكتور مروة محمد جمال الدين المحمدي؟ إذا ننتقل إلى البحث الرابع. البحث الرابع إخواني الأعزاء هو تحت عنوان توظيف الذكاء الصناعي في البحث الأكاديمي للأستاذة الدكتورة إيناس يحيى عبد الله. الأستاذة الدكتورة إيناس تدريسية في جامعة الكوفة في العراق، حصلت على دبلوم من معهد إعداد المعلمات عام 97، وحصلت على البكالوريوس في الرياضيات في 2001 من جامعة الكوفة من العراق، وحصلت على الماجستير في توبولوجيا ديناميكية عام 2008 من جامعة الكوفة من العراق، وحصلت على الدكتوراه من جامعة بغداد بتخصص فلويد ميكانيك عام 2016 من العراق من جامعة بغداد. الأستاذة الدكتورة إيناس عملت تدريسية طيلة هذه الفترة في جامعة الكوفة، شغلت مناصب عديدة من أهمها رئيسة لجنة الترقيات وعضو في لجنة الاستلال الإلكتروني وأمين مجلس كلية التربية عام 2020. لها العديد من البحوث ومناقشة الرسائل، وشاركت في العديد من المؤتمرات العلمية، أكثر من 20 مؤتمر علمي. لها مؤلفين، كتابين مؤلفة، وحصلت على جوائز عديدة من منصة أريد العلمية، أبرزها وسام باحث مبادر في عام 2022، وسام الصفحة المتميزة عام 2022، ووسام ناشر متميز. أشرفت على مجموعة من الطلبة. إذا تكرمتي أختي الفاضلة الأستاذة الدكتورة إيناس، الصلاحيات معك لإلقاء بحثك. أختي الفاضلة الدكتورة إيناس. نعم دكتور، كأنه في خلل تقني عند نعم الدكتورة.
طيب ننتقل. متواجد، عفوا الدكتور، متواجدة معنا الدكتورة مروة وأيضا نعم الأستاذ سماح، حسب التسلسل دكتورة مروة ننتقل تفضل. إلى دكتورة مروة. البحث الخامس هو تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية، تحليل الفرص والتحديات في الدول العربية، للأخت الفاضلة دكتورة مروة نبيل سويلم. تفضلي أخت الفاضلة دكتورة مروة بالتعريف عن أيوة نفسك وإلقاء بحثك. معك أيوة 12 دقيقة للتعريف وإلقاء البحث. السلام عليكم، هل الصوت واضح؟ السلام ورحمة الله. نعم واضح، تفضلي دكتورة. تفضلي دكتورة، الصوت واضح. اسمي دكتورة مروة نبيل سويلة من مصر، في القاهرة. بشتغل حاليا مدرس اقتصاد في أكاديمية طيبة في المعادي. حاليا أنا هتكلم على الذكاء الاصطناعي، الفرص والتحديات. إن شاء الله أنا البرزنتيشن بتاعتي هتبدأ حالا. هل كده الصورة كمان واضحة؟ أختي الفاضلة دكتورة مروة الصوت غير واضح، إذا بالإمكان المايك خلي يكون قريب. الصوت كده، الصوت وحشة؟ نعم نعم الآن الصوت واضح، بس لما يكون المايك بعيد عن حضرتك. بنتكلم على الذكاء ايوه لا كده المايك. الذكاء الاصطناعي والتنميه الاقتصاديه، الفرص والتحديات في الدول العربيه. بنتكلم على من 20 وتشهر. ايوه من فضلك دكتورة استخدام شاركي السلايدات. وأنا كده المفروض مشاركة من عندي. خليني أعمل دكتورة بإمكانكم إرسال العرض التقديمي لي وأنا أشاركه من عندي، أرسله لي على الواتساب حتى أشارك إن شاء الله. عفوا أرسل لحضرتك نعم دكتورة، أرسله لي حتى أشارك من عندي. أرسل على اسم دكتور عدنان. دكتور عدنان نعم. إخواني الباحثين الأكارم للاحتياط، أي واحد من حضراتكم يرغب بمشاركة البرزنتيشن مالته إلى الأخ الفاضل الأستاذ عدنان يكون أفضل، حتى إذا في مشاكل بالعرض الأخ الفاضل الأستاذ عدنان هو يتولى الأمر. بارك الله فيكم. طيب أنا كده تم الإرسال. استرسلي اختي الفاضله دكتوره مروه الى ان الاخ الفاضل استاذ عدنان هو يشير البرزنتيشن. تم إرسال على الحمد. تمام. فالذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية، الفرص والتحديات في الدول العربية. المقدمة إن هذا النوع من الذكاء كان نتاج للثورة الصناعية الرابعة والثورة الزراعية أيضا الرابعة، والانتقال حاليا للثورة الصناعية الخامسة كما ورد في العرض السابق. هنقول بس بعض المصطلحات اللي تم التعريف بها من بداية الجلسة، إن مصطلح الذكاء الاصطناعي هو يقصد به الأنظمة والأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا
إلى المعلومات التي تجمعها أو التفكير الفائق وتحليل البيانات. وبالتالي نحن أمام ثورة جديدة تكنولوجيا ذكية تعتمد على إنترنت الأشياء والتفاعل المتقدم بين الإنسان والآلة وتحديد استخدام وعرض المعلومات. ويزداد اليوم استخدام التكنولوجيا الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إيجاد الحلول المبتكرة لأنظمة الإنتاج والإدارة داخل الاقتصاد. ومن ثم مدى التطبيقات على دول العالم. فيتضح أن بعض دول العالم قد قامت بالاستفادة من هذا النوع من التكنولوجيا، وهي مثل كوريا الجنوبية التي قامت بتحليل كوريا الجنوبية التي قامت التي قامت بتحليل البيانات الكبيرة وتقديمها ضمن الخدمات الحكومية الموجودة لديها. كذلك أيضا تستخدم بريطانيا تحليل الصور المخزنة على القواعد البيانات الذكية لمزيد من اكتشاف الأمراض وتقديم خدمات الرعاية الصحية للأفراد، وأيضا في مجال التغلب على الرعاية الصحية والتغلب على الأمراض الخاصة بالنباتات. اعتمدت دول أخرى مثل السويد على إنشاء أو إنتاج شاحنات زراعية ذكية متنقلة يمكنها التغلب على مشكلات المناخ التي تعني عدم توفر أشعة الشمس لفترة زمنية طويلة. وأيضا دول نامية مثل دولة كوستاريكا التي قامت باستخدام تقنيات وأجهزة ذكية لتخفيض استخدام النيتروجين في الأسمدة التي يتم استخدامها في النبيسي لدينا. وبالتالي ظهر لدينا اتجاهات دولية لتطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يرصد استعدادات هذه الدول عن طريق 3 محاور رئيسية. المحور الأول محور القطاع الحكومي، ويشمل رؤية واستراتيجية الحكومة وإمكانياتها الرقمية والقدرة على التكيف والتهيؤ لاستخدام الاستخدامات الذكية. بالنسبة للمحور الثاني جاء قطاع التكنولوجيا ومدى قدرته على في الاكتمال البشري العمق التكنولوجي لدينا والبيانات والبنية التحتية. دكتورة مراء، الصوت غير واضح إطلاقا. دكتورة مراء، دكتورة تسمعيني؟ عفوا دكتورة مروة، يوجد خلل في الإنترنت. نعم، هي موجودة معنا بس المايك مغلق، بس لو تفتحين المايك دكتورة مروة. تمام. تفضل. عفوا، هي تعرض النتائج الخاصة بمؤشر الاستعداد الحكومي، حيث تأتي في المقدمة دول الإمارات والسعودية قطر وما بين 3. فهذه الدول هي الدول الأكثر استعدادا لتطبيق نظم الذكاء الاصطناعي لديها بيقاقية متوسطة ما بين 58 إلى 43 في المغرب. تنخفض هذه القيم في الجزائر والعراق، وتنخفض مرة أخرى حتى تصل إلى 19 في دول ليبيا واليمن
بعد ذلك. ويتضح من ذلك أن ظهور اختلافات كبيرة بين الدول العربية في قيم المؤشر الجاهزية للتطبيق، وبالتالي يتضح مدى تفاوت هذه الدول ومدى الحاجة لنقل الخبرات فيما بينها لمزيد من الاستعداد لتقييم وتطبيق نظم الذكاء الاصطناعي لديها. وبالتالي وبمراجعة القيم التفصيلية لهذا المؤشر، يتضح أهمية وارتفاع القيم المحققة في الدول الأكثر استعدادا في كل من الحكومات لديها ومحور الاستعدادات في مجال البيانات والبنية التحتية، بينما يظل محور القطاع التكنولوجي وهو الأقل مساهمة والذي يرتبط بعنصر رأس المال البشري والقدرة على الابتكار ومساهمة هذا القطاع في تطوير الخدمات. في بعد ذلك يأتي عرض لمجهودات هذه الدول، العديد من الدول العربية لتطبيق الذكاء الاصطناعي. فمثلا قد قامت مصر بإصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وأصدرت السعودية وثيقة القواعد الأخلاقية لإعداد ونظم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما قامت البحرين بإصدار الخطة السادسة لقطاع الاتصالات لإعداد البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع، كما جاءت السعودية ومصر وعمان في المقدمة في الاهتمام بعقد الشراكات مع الشركات الخاصة الرائدة الدولية في مجال التكنولوجيا الذكية ولبدء توطينها في الدول العربية، كما قامت العراق وتونس والبحرين بإصدار عدد من المبادرات الهامة للبدء في إعداد استراتيجيات تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي لديها. وبالتالي هذا على مستوى الحكومات. أما على مستوى الشركات، فيمكن التفرقة بين الشركات الكبيرة الحجم والشركات الصغيرة الحجم في مدى تناولها لتطبيق التكنولوجيا الذكية لديها. فشركات كبيرة الحجم تتسم بخبرات أعلى متراكمة في مجال التطوير التكنولوجي، وتمتلك غالبيتها وحدات خاصة للبحث والتطوير، وتسعى لتنفيذ الخطط المستقبلية لامتناك التكنولوجيا الذكية وتطويرها. كما تتنوع لديها الأنشطة التكنولوجية وتهتم بزيادة منتجاتها من المنتجات ذات القيمة المضافة التكنولوجية المرتفعة. أما الشركات صغيرة الحجم فإنها تهتم بتطوير المنتجات من الناحية التكنولوجية طبعا لتغير الطلب داخل السوق، وتسعى لتنفيذ هذه الخطط بحذر شديد، خاصة الخطط ذات المكون التكنولوجي. وكما أن هذه الشركات تفضل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة أو التكنولوجيا التي ثبت فعاليتها بالفعل بدلا من الإنفاق على البحث والتطوير، وبالتالي فإن الدول التي تستطيع جذب الشركات كبيرة الحجم هي الأكثر استفادة من التطبيق ونقل التكنولوجيا الحديثة الذكية إليه، استثمارات لرؤوس الأموال في الصناعات ذات التكنولوجيا المرتفعة ومجالات التدريب، زيادة المنتجات التصديرية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، وامتصاص التكنولوجيا الذكية وتطويرها وصولا لإنتاج ابتكارات جديدة، كما من يتوقع زيادة العائد للشركات الكبرى ذات الإنتاجية المرتفعة وتقليل المخاطر في الصناعات الثقيلة، كما من المتوقع زيادة تكامل الشركات المحلية مع سلاسل الإمداد الدولية وتعظيم استخدامات المواد الخام على المستوى الدولي وزيادة الفرص التصديرية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية. هذا التحديات المرتبطة بتطبيق التكنولوجيا الذكية، فتفرض هذه التكنولوجيا ضغوطا متزايدة وتحديات كثيرة على الدول العربية أختي الفاضلة دكتورة، معك ويمكن تقسيم دقيقتين هذه التحديات وفقا للعرض. من فضلك دكتورة، معك دقيقتين لإكمال العرض. شكرا جزيلا. طيب مدخل الامتلاك والاستثمار التكنولوجي، ومدخل تشغيل وامتصاص التكنولوجيا، ومدخل الابتكار. بالنسبة الامتلاك والاستثمار الحكومي وآليات كسب الاستثمار في أنظمة التكنولوجيا الذكية والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية والأنظمة الرقمية والأنظمة اللوجستية الذكية والقدرة على توفير التمويل اللازم لذلك. أما التحديات الخاصة بمدخل التشغيل والامتصاص للتكنولوجيا فترتبط بفقدان أعداد من العمالة لوظائفهم الحالية وظهور الهجرة الافتراضية لعنصر العمل، كذلك انخفاض دور التعليم التقليدي والانتقال للتركيز أكثر على تطبيقات التعليم والتدريب والحفاظ على تدابير فعالة
لمراقبة التكنولوجيا حجم النسب المتوقع فقدانها من العمالة تنخفض إلى 26% في حالة المهام غير الروتينية، أما المهارات الذكية فمن المتوقع فقدان 65% من هذه العمالة، كما أن يتوقع فقدان 20% من العمالة في حالة المهام غير الروتينية، وهذا وفقا لدراسة تمت في الاتحاد الأوروبي حول توقعات فقدان العمالة نتيجة التطور التكنولوجي الحديث. التحديات الخاصة بمدخل الابتكار والتطوير ترتبط بمدى توافر الخبراء والعمالة ذات المهارات التكنولوجية المرتفعة والإجراءات الحكومية الداعمة لسهولة تسجيل براءات الاختراع ومدى توفر رأس المال المخاطر والتمويل اللازم للاستثمار في البحث والتطوير ودعم ثقافة والطريق الأول لتحقيق التنافسية والقدرة على تعميق الروابط العلمية والمالية بين الشركات الصناعية والشبكات العلمية والتكنولوجية الدولية. خلاصة لهذا البحث، يتضح ارتفاع الحاجة للاستفادة من الخبرات السابقة لدى الدول العربية الجاهزة لتطبيق التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي ونقل هذه الخبرات إلى الدول العربية الأخرى، كما العمل على مواجهة التحديات الخاصة بالمداخل الثلاثة سابقة الذكر، مع تتوفر عدة توصيات لمواجهة هذه التحديات والتي ترتبط بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللازمة لإدماج تطبيقات نظام الذكاء الاصطناعي داخل الاقتصاد وإعداد البنية التحتية والبنية الرقمية القادرة على هذا التطبيق، كذلك توفير البيانات والمؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في متابعة وتقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحرص على وضع الأطر المرجعية للحوكمة والقواعد الأخلاقية محل التنفيذ، وأخيرا تحفيز المهارات والقدرات التكنولوجية للعمالة. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن الاستماع. بارك الله فيك أختي الفاضلة الدكتورة مروة على البحث المتميز، وشكرا جزيلا لحضرتك، ونعتذر عن استقبال المداخلات، وبالإمكان التواصل عبر الشات مع الأخت الفاضلة الدكتورة مروة إذا كان هناك مداخلات، نعتذر لضيق الوقت، شكرا جزيلا. ننتقل مع حضراتكم إلى البحث السادس في هذه الجلسة. البحث السادس تحت عنوان المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي. هذا البحث هو من إعداد الدكتورة سماح بنت خميس بن سعيد المعمرية، وأيضا إعداد الأستاذ عادل بن سالم بن علي المعمري. تقدمه لحضراتكم الدكتورة سماح بنت خميس بن سعد المعمرية، وهي محاضرة لمقرر اللغة العربية في كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان. عملت الأخت الدكتورة سماح في كلية البريمي منذ عام 2015، عملت رئيسا لقسم وحدة المتطلبات العامة، ساهمت بتأليف منهج اللغة العربية في هذه الكلية، وهي عضو في لجنة البحث العلمي في الكلية منذ عام 2019، حصلت على ماجستير التربية في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية من جامعة صحار 2017 في سلطنة عمان، وهي طالبة دكتوراه في جامعة الحسن الثاني بالمملكة المغربية، نشرت العديد من الأبحاث العلمية في المجلات المحكمة، كان آخرها بحث تحت عنوان أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات الكتابة الوظيفية لطلبة كلية البريمي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة، المايك معك لبدء العرض. الرجاء الالتزام بالوقت بعشر دقائق لإتاحة الفرصة للمداخلات للحضور. بارك الله بك أختي الفاضلة دكتورة سمر. السلام عليكم، مساء الخير، أخباركم مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سوف نقدم لكم طبعا ورقة بحثية بعنوان المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي.
الآن قام بإعداد هذا البحث سماح المعمري والأستاذ عادل المعمري. واضح معكم العرض؟ نعم واضح دكتورة، تفضل. نعم، طبعا إن شاء الله سوف نتحدث في هذا العرض عن مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف البحث ومنهجية البحث، وكذلك النتائج والتوصيات. طبعا بالنسبة لي أضرار الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي أصبحت موضوعا مهما في السياق القانوني والتكنولوجي. بسبب التطور السريع للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتزايد استخدامها في الحياة اليومية، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي تتطلب مقاربة شاملة تشمل تطوير الأطر القانونية المناسبة وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمن توافر التأمين طبعا اللازم لحماية الأطراف المتضررة. مع استمرار تطور التكنولوجيا سيكون من الضروري تحديث القوانين والسياسات باستمرار للتكيف مع التحديات الجديدة. بالنسبة طبعا لمشكلة الدراسة، تتمثل الإشكالية الرئيسية التي يدور حولها البحث، كيف يمكن تحديد ملامح المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة طبعا لأهمية الدراسة، طبعا تتجلى أهمية الدراسة في سلطنة عمان بالذكاء الاصطناعي في عدد من الجوانب، ممكن نستخلصها في عدد من الجوانب. عندنا الأهمية النظرية وكذلك الأهمية العلمية والتطبيقية. لو أتينا أولا إلى الأهمية النظرية، التعريف بدور الذكاء الاصطناعي والآثار المترتبة في حال حدوث الأخطاء التي تنشأ في استخدامه على ضوء القوانين المعمول بها في سلطنة عمان. ما أعرف إذا كانت تلك النصوص القانونية هي مستوعبة لكل هذه أختي الفاضلة العوامل. دكتورة سماح، معانا ثابت السلايد الأول، نعم العرض ثابت على السلايد الأول، إذا بالإمكان عرض السلايدات الأخرى. نعم الآن واضح؟ نعم بارك الله فيك. طبعا عندنا هذا بالنسبة للجانب النظري. لو أتينا إلى الأهمية العلمية، الذكاء الاصطناعي والأخطاء التي تنشب فيها من الأخطاء الحديثة في المجتمع، لذلك يجب دراستها ومعرفة إشكالياتها القانونية. الأهمية التطبيقية طبعا مثل ما ذكرت، سلطنة عمان في رؤية 2040 كان لها دور واضح، أو كان لها طبعا رؤية واضحة في الذكاء الاصطناعي. تكمن طبعا هذه الأهمية في دور التوصيات التي يقام الحد من تلك الأخطاء التي تحدث في مثل هذه الأحوال. تغيرت الشريحة ولا؟ نعم دكتورة، نعم استمري، نعم. بارك الله فيك. بالنسبة لأهداف البحث، طبعا يهدف هذا البحث إلى تقديم إسهام علمي في المجال القانوني المدني عن طريق تحقيق هدف رئيسي يتمثل في المسؤولية المدنية عن أضرار تطبيق الذكاء الاصطناعي، وينبثق من خلال طبعا هذا الهدف الرئيسي عدد من الأهداف الفرعية. المقصود بالذكاء الاصطناعي ومدى تمتعه بالشخصية القانونية، تحديد أسس هذه المسؤولية سواء كانت مسؤولية الحارس الأشياء أم المسؤولية المتبوعة عن إهمال تابعه، التعرف على أركان المسؤولية المدنية، توضيح أحكام تعويض عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، توضيح مدى إمكانية التأمين عن من المسؤولية المدنية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، التوصل إلى مجموعة من النتائج والحلول المقترحة المجدية والتي قد يكون من شأنها الوقوف والمساهمة في الحد من تلك الأضرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة طبعا لمنهجية البحث، قام الباحثان طبعا بثلاث مناهج بحثية. استخدم الباحثان دراسة مقارنة بين بلد طبعا الباحثان هو سلطنة عمان والقانون المصري، وضح من خلالهما أهمية الدراسات القانونية، أبرز التشابه، أوجه التشابه والاختلاف. أكيد طبعا لكل مصدر في مواقع ضعف ومواقع قوة وتأثيرات المتبادلة بين التشريعات المدنية. كما تبع الباحثان منهج آخر وهو المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها والعمل على استخلاص أهم القواعد والأحكام التي ترتبط بالموضوع. كذلك اتبع الباحثان المنهج التحليلي لمعرفة آراء الفقهاء في موضوع
المسؤولية المدنية عن أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي. ننتقل إلى النتائج طبعا البحثية، بما أن طبعا متبقي دقيقة واحدة لنمشي على الوقت. تعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي ثروة في عالم التكنولوجيا، أحدثت نقلة وتطور للإنسانية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي محل البشر في إنجاز مهام بدقة أكبر من البشر. يمكن ما شاء الله في اليوم في محفلنا هذا كثير منا تكلم عن الذكاء الاصطناعي، وشفنا كيف حلت محل البشر في كثير من المجالات. الذكاء الاصطناعي لم يعد فكرة مستقبلية أو خيال علمي، بل أصبح حقيقة وواقع في العالم الآن على وشك طبعا تحول في العديد من القطاعات بشكل كبير من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وصلنا إلى وجود فكرة النائب الإنسان الذي يكون مسؤول عن الأضرار التي تصيب المرضى من جزء تشغيل روبوت، ويكون مسؤول عن تعويض الضحية. إن مسؤولية النائب الإنسان لا تقوم على افتراض الخطأ في جانبه، بمعنى من ينتج الروبوت يكون مسؤولا عن العيوب تصنيع وبرمجة الروبوت فقط، ومن يحترف تشغيل الروبوت يكون مسؤولا عن سوء عملية التشغيل، والمستعمل للروبوت يسأل عن خطأ في الاستعمال كذلك. كذلك عند استمرار التطور في عالم الروبوت قد يؤدي إلى استقلال تام من خلال سيطرة البشر عليه. كشف البحث عن قصور نظرية المسؤولية المدنية قائم على الخطأ أو على أساس المخاطر. وعندنا في الأخير كذلك تبين عدم وجود قواعد دولية موحدة أو جهود تشريعية وطنية جلية تحكم المسؤولية المدنية الناشئة عن مخاطر ومضار وجرائم أنظمة الذكاء الاصطناعي. عندنا في الأخير التوصيات، نوصي المشروع العماني بتطوير النظرية المسؤولية المدنية لمسايرة مستجدات أنظمة الذكاء الاصطناعي وما تشهده من تقدم متسارع، على أمل بروره شكل من أشكال المسؤولية المدنية المستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ولا سيما الروبوت، وذلك عبر تعديل ما يجري المشروع على نصوص قانون المعاملات المدنية العماني. نوصي المشروع العماني بالاعتراف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية بالقدر الذي يتناسب مع طبيعته، كونها نقطة البدء في إمكان وضع الضوابط القانونية لهذا الكائن المستحدث كحماية للبشر مما يمكن أن يتسبب في مخاطر فيه من مخاطر على البشرية. نوصي المشروع العماني كذلك بوضع حدود والضوابط التي من خلالها تفريض مسؤولية المصنع والمستخدم والذكاء الاصطناعي نفسه كلا على حدة، منعا لحدوث لبس عند تحديد المسؤولية المدنية بينهم. كذلك نرى ضرورة أن يكون الروبوت تحت سيطرة الإنسان وخاضعا له، مما يؤكد أن القانون البشري هو الذي يجب أن يسود وليس قانون الروبوت، وأن يحضر تطوير الروبوت إلى درجة التي تجعله كائن ذو أهلية مستقلة مثل الإنسان، حيث أن هنالك طبعا سيؤدي إلى تجاوز من ابتكار الروبوت، مما يؤدي إلى إحلال الروبوت محل الإنسان في طبعا العالم القادم. اعتبار النائب الإنسان مسؤولا وفق ظروف كل حادث على حدة، وبناء على فهم امتلاك الروبوت على استخدام الأمن، ضرورة زيادة الرقابة على نشاط تصنيع وتطوير الروبوت، مع اقتراح إبرام معاهدة دولية تحظر تطوير الروبوت بما يمنع من السيطرة البشر عليه. كما نقترح أيضا إنشاء آلية معينة تتبع الأمم المتحدة أن يكون دورها مراقبة نشاط تصنيع وتطوير الروبوت فيما يخرجه عن هدف وجود، ألا وهو خدمة البشرية. شكرا جزيلا، سامحوني خذيت من وقتكم يمكن دقيقتين. شكرا جزيلا. بارك الله بك أختي الفاضلة الدكتورة سماح على الالتزام بالوقت، شكرا جزيلا. بالإمكان أن نأخذ مداخلتين أخي الفاضل الدكتور عدنان إذا بالإمكان. نعم دكتور، الله يحفظك يا رب يكرمك. نعم أحبتنا الكرام، من أراد أن يطرح معنا الأستاذة شروق، تفضلي. نعم وعذرا على التأخير لإعطائكم الصلاحية، تفضلي. دكتور، في سؤال طرح على الدكتور حمزة والدكتور حمزة أحب أن يجاوب عنه، فإذا بالإمكان. نعم بالإمكان. نعم دكتور حمزة تفضل، معك الصلاحية. جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة الأفاضل سأل ما هي المعايير الدولية الأخلاقيات في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، ومن هي الدول أو الجهات المنوط بها ذلك؟ للأسف العالم لم يتفق على أبسط القواعد، فضلا عن أنه يتفق على المعايير. نحن زي ما أنا تكلمت، نحن الآن في ثورة، يعني العالم مشغول بالإنتاج، العالم مشغول بإصدار الأدوات، مشغول بإصدار التطبيقات، ولا يلتفت إلى الأخلاقيات.
ولا إلى القوانين. هناك محاولات بسيطة من بعض الباحثين، من كتب من حاول، ولكن لا يوجد اليوم لا ستاندر ولا معايير أخلاقية، لا من الدول ولا من المنظمات الدولية لضبط يعني الأدوات في الثورة الصناعية الرابعة أو الخامسة أو الذكاء الاصطناعي. وهذا ما يعني يحفز الكثير من الباحثين على التكلم عن هذا المعيار. واليوم ما شاء الله يعني الكثير من الأبحاث تدور في هذا الفلك، فهي حقيقة يعني واقعة وثغرة كبيرة موجودة اليوم. نحتاج من أمثال مثلا منصة أريد والسادة العلماء الموجودين فيها في مختلف يعني أماكنهم في الجامعات في العمل على بلورة معايير أخلاقية وقانونية ووضع تشريعات لضبط هذه الأدوات، وإلا يعني فعلا نحن في مسار قد تدمر البشرية بسبب طغيان الآلة على البشر. جزاكم الله خيرا. بارك الله بك أخي الفاضل الدكتور حمزة، وعطوفا على إجابة حضرتك، وهي أيضا مداخلة مني للأخت الدكتورة سماح بسبب مسؤولية البحث عن المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي. حقيقة يا أخوة، إحنا إذا أردنا أن نفصل بين الجريمة الإلكترونية حاليا ومسائل الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي، وإذا أردنا أن نعمق بالسؤال ويكون باتجاه العمل الأكاديمي الذي يخص حضراتكم ونحن أيضا كتدريسين في الجامعات، الآن مما نعاني منه نحن في الوسط الأكاديمي ودخول الذكاء الاصطناعي للعمل البحثي. أنا شخصيا أعاني بصفتي رئيس تحرير مجلة، عندما أشيك البحوث المقدمة للنشر بالمجلة بسبب التشيك للبلاجاريزم والأخذ من الذكاء الاصطناعي للاقتباس، الآن لا يخفى على حضراتكم بالإمكان لمن هو ماهر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أن يكتب ريفيور بيبر، وهي يعني مراجعة، مقال مراجعة بحثية بزمن لا يتجاوز الـ6 ساعات، ويكون مقال متميز خصوصا إذا بالإمكان أنه يعمل بارفريزينج. فالمداخلة مع الأخت الفاضلة الدكتورة سماح وأيضا الأستاذ الدكتور حمزة في كيفية وجود ضابط قانوني لهكذا الممارسات بالعمل الأكاديمي، وما هو خطورته على الباحثين، لأن هذا الأمر سيف ذو حدين. فأحب أسمع من الأخوة الاثنين بصفتهم باحثين للاستفادة. نبتدئ مع الأخ الدكتورة سماح ثم الأخ دكتور حمزة إذا سمح لنا الوقت، في دقيقتين إجابة قصيرة أخواني الأفاضل. بأمانة يعني ما نجده، طبعا شكرا دكتور على المداخلة، ما نجده فعلا قام الذكاء الاصطناعي مثل ما قلت حل محل، وكنا طبعا تناقشنا هذا الموضوع حتى في محفل كبير معنا في الجامعة، فكنا نسأل سؤال يعني لذوي الاختصاص كذلك، يعني ما هو العلاج وما هي يعني كيف نقدر، أو ما هي المسؤولية المدنية؟ فإلى الآن يعني ما عندنا أي نظرة في هذا المجال. مثل ما قلت حل الشات GPT الآن ممكن يكتب مثل ما ذكرت 6 ساعات، يكتب لك ورقة بحثية كاملة أو يكتب لك حتى بحث كامل ومتميز. فإلى الآن طبعا ما نجد أي مسار صحيح في هذا الموضوع، ولكن إحنا نطالب طبعا الجهات بحظر هذه البرامج ووضع حدودية أو محدودية في ذلك الموضوع فقط يعني. ولكن بأمانة شكلت يعني مشكلة كبيرة معنا في حلت محل الإنسان حتى في كتابة الأبحاث. شكرا جزيلا دكتورة، بارك الله بك. ممكن نسمع الإجابة من الأخ الفاضل الدكتور حمزة. طبعا سعادة البروفيسور، مثل ما في هناك تطبيقات بتمكن مثلا الباحث انه يكتب بحث، يوجد ايضا تطبيقات تكتشف اذا كان هذا البحث مكتوب عبر الذكاء الاصطناعي او من البشر. صعب فهناك جدا، صعب جدا أخي الفاضل الدكتور حمزة، يوجد بصفتي تطبيقات مختص يوجد في أنظمة الذكاء الاصطناعي، احنا ما نعم عندنا غير
احنا ما عندنا غير برنامج الترنتن. برنامج الترنتن يكتشف لك الاستلال اللغوي فقط، لا لا، الاستلال العلمي ما يمكن ان يكتشفه. يوجد تطبيقات مدفوعة يعني تكتشف هذه الأبحاث إذا كانت مكتوبة بالذكاء الاصطناعي أو إنها كتابة بشرية. يعني هون دور، أولا دور الأمانة، يعني هو الذي يلعب الدور الأساسي عند الإنسان. يعني أنا يعني من باب الأمانة كيف يعني أوكل مهمة كتابة بحث وأتميز وأخذ عليه مثلا شيء وهو عبارة عن ذكاء اصطناعي. أو الدور الثاني إنه يعني هون دور يعني القوانين والرقابة والمحدودية على استخدام هذه التطبيقات في بعض الدول. يعني إلى الآن زي ما يعني نرجع، إلى الآن لا يوجد معايير أخلاقية وقانونية تضبط هذه الأدوات، لا يوجد معايير. يعني ما في شيء يحسن يحتم علينا إنه نقول هذا التطبيق ممنوع نستخدمه في مجال البحث الأكاديمي، لا يوجد معايير. هون يعني هون نرجع إلى دور الضمير الإنساني. يعني هون يعني نرجع إلى النقطة التي فقدتها البشرية اليوم، ما عاد في عنا رقابة على رقابة الله إلنا، فقدنا الرقابة. فبالتالي اليوم نحن لما فقدنا الرقابة ابتلينا برقابة الكاميرات ورقابة الأنظمة وكذا، كل هذه يعني إشارات من الله سبحانه وتعالى تقول لنا انتبهوا، لو كان عندكم رقابة لله لما احتجتم إلى هذه الصنوف الرقابة المصنوعة من البشر. بارك الله بك أخي الفاضل دكتور حمزة، فعلا أصبت وسددت وقربت أنه إذا كان الواعظ هو الضمير والرقابة هو الضمير ومخافة الله عز وجل، أكيد لا نحتاج إلى تشريع قوانين بالأساس، ولكن هذه مشكلة شملت كل مرافق حياتنا. إحنا نناقش نقطة في تخصص عملنا وهو العمل الأكاديمي، حقيقة هذه المشكلة عظيمة، لأنه كما أسلفت لا يوجد برامج تقنية تكشف كتابة البحث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سوى برامج سيميلاريتي، واحد منها وأشهرها هو التيرنتين، وهو برنامج مدفوع الثمن، لكن فقط يكتشف الاستلال اللغوي، أما الاستلال العلمي لا يمكن لغاية الآن. يمكن يوجد برامج لكشف الصور المستلة وكذا، ولكن أيضا لا يكفي ولا يلبي الغرض، لأن وصل ببرامج الذكاء الاصطناعي أن تعمل كونكلوجن وأن تعمل أبستراكت وأن تعمل ميثودولوجي، وهذه هي مفردات الدقيقة للبحث العلمي. ونسأل الله عز وجل سلامة أفكارنا وسلامة أخوتنا وأنفسنا أولا من هذا البلاء، وشكرا جزيلا على هذه المناقشة الطيبة، وهي كانت جلسة استراحة. ننتقل معكم إلى البحث السابع، الأخت الباحثة ندى محمد حسن موجودة معنا؟ نعم دكتور موجودة، نعم بارك الله فيك. إذا البحث السابع هو تحت عنوان تحسين أمان وشفافية سجل الدرجات الأساس باستخدام تقنية البلوك تشين، دراسة حالة أو كيس ستدي، الجامعة التقنية الجنوبية. تتفضل الأخت الباحثة ندى محمد حسن مطر بالتقديم عن حضرتها وكذلك لإلقاء البحث ب 12 دقيقة. تفضل يا أختي الفاضلة. بس دقائق دكتور، بس أسوي العرض على الجهاز الحاسوب. أخذي راحتك دكتورة، بارك الله فيك أختي الفاضلة. أنا أعتذر إن كان الاسم نظر وليست ندى، لكن مكتوب عندي ندى محمد حسن. لا الاسم صحيح، بارك الله بك
ستنا تفضل. بس أستاذ، صلاحية الصوت على الحاسوب إذا ممكن، لأن أنا من نقاط واضح واضح الصوت، تفضلي خلاص. عرضي السلايدات واكملي ست ندى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرفكم عن نفسي، بس ندى محمد حسن مطر، باحثة من الجامعة التقنية الجنوبية، المعهد التقني بالبصرة. عنوان بحثي هو حول تحسين أمان وشفافية سجل الدرجات الأساس باستخدام تقنية الكتل بلوك تشين، دراسة حالة بجامعة تقنية جنوبية. يعني بالحقيقة هي مقترح نظام لتصميم سجل درجات باستخدام تقنية البلوك تشين، وهل هاي التقنية راح تفيدنا إنه نحسن أمان الدرجات وين ما كانت، يعني بالدرجة الأساس. محتويات البحث طبعا مقدمة وأهداف وأهمية الدراسة، الأساليب والمنهجية اللي راح نتبعها إنه نوصل للأمان والشفافية، وشنو هو سجل الدرجات الأساس، وراح نحلل نظام المستخدم مع نظام تقنية البلوك تشين. بس بزحمة الشراء راح تتغير عندكم إذا ممكن. نعم تفضلي. نعم، في ظل التطورات الحديثة والمتسارعة في مجال التكنولوجيا، أصبحت تقنية سلسلة الكتل بلوك تشين تقنية رائدة للتطبيق في مجموعة واسعة من المجالات، بسبب قدرتها على تحقيق الأمان السكيورتي والشفافية والفعالية في إدارة البيانات. طبعا البيانات منها في مجال المال والعملات الرقمية، اللي بالأصل هي استحدثت تقنية البلوك تشين بهاي القضايا، البلوك تشين بقضايا العملات الرقمية والبنوك. بس مع مرور الوقت استخدمت في الرعاية الصحية وفي الطب وفي العقارات وإدارة الممتلكات، وأيضا في مجال التعليم، اللي هو أنا اقترحت أنه استخدم هاي التقنية في حماية أو تعزيز أمان سجلات درجات الطلاب في الجامعة التقنية بطريقة آمنة وموثوقة ومتوافرة، ويقلل التلاعب والاحتيال فيها. بيانات الطلاب المتمثلة في سجل الدرجات الأساس، اللي هي أكثر من سجل لكل طالب، يعني الطالب راح يكون عنده سجل في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، هي معلومات حيوية في أي مؤسسة تعليمية، وهي محور مخرجات المؤسسة، والتي تتطلب مستوى أعلى من الحماية. لذا تعد تقنية سلسلة الكتل البلوك تشين حل قوي للمخاوف طويلة الأمد المحيطة بخصوصية البيانات وأمنها ودرجات الطلاب كجزء يعني وأمان درجات الطلاب كجزء منها، خصوصا في ظل الحوكمة في المؤسسات التعليمية والأكاديمية. وتضمن طبيعتها المقاومة للتلاعب، ومحصنة عملية ضد التعديلات أو الانتهاكات الغير المصرح لها. يتم تغليف كل جزء من المعلومات اللي هي درجات الطلاب في كتلة بلوك مرتبطة بشكل مشفر بالكتلة السابقة، وتشكل سلسلة لا يمكن تغييرها. هذا لا يعزز أمان سجلات الطلاب فقط، بل يعزز الشفافية في معاملات البيانات اللي هو سجل الدرجة. الدراسة الحالية تقديم مقترح نظام رقمي حول تخزين ومعالجة الدرجات واستخراج الإحصائيات والتقارير المختلفة للإدارة في شؤون الطلاب أو شؤون الطلبة باستخدام مفهوم تقنية سلسلة الكتل، والاستفادة من مميزاتها وخصائصها الكثيرة. أهداف وأهمية الدراسة: الأهداف العامة دراسة كيفية استخدام تقنية سلسلة الكتل بلوك تشين لحفظ وحماية سجل درجات الطلاب بشكل آمن، هذا الهدف الأول. اثنين، كيف تحسن تقنية سلسلة الكتل أو البلوك تشين أمان وشفافية سجل الدرجات الأساس في المؤسسة التعليمية. ثلاثة، تصميم نظام مقترح يعتمد هاي التقنية، تقنية سلسلة الكتل في إدارة سجل الدرجات. الإدارة يعني نعرف إحنا ممكن نضيف طلاب جدد أو نحذف طلاب جدد أو نعدل على الدرجات أو نضيف درجات إلى آخره من العمليات اللي ممكن تحصل. أيضا حتى الحصول على وثيقة الطالب أو نتيجة الطالب من خلال هاي السلسلة. انطلاقا من تحليل الحاجة لاستخدام هاي التقنية في مجال التعليم ولما تقدمه من فوائد وسهولة في الحفاظ على الخصوصية التقنية.
الأهداف الخاصة تهدف هذه الدراسة إلى تحسين أمان وحماية البيانات. سجل درجات هي دراسة الحالة مالتنا، درجات الأساس للمراحل الدراسية في الأقسام العلمية في تشكيلات الجامعة من خلال استخدام هاي التقنية، ونحقق شفافية ونزاهة عمليات الإدخال والقراءة والتحديث على سجل الدرجات الأساس. مقارنة بالطرق، يعني راح نلاحظ السهولة وكفاءة وانسيابية مقارنة بالطرق التقليدية لخزن الدرجات. أيضا من الأهداف أنه راح نشوف شنو مميزات سلسلة الكتل اللي تحقق لنا الأمان الدرجات، تقلل مخاطر الاختراق والتلاعب، وأيضا شلون راح نعزز شفافية عمليات إدخال وتسجيل الدرجات السجل باستخدام هاي التقنية، وأيضا راح نثبت شلون تسوي هاي العملية كفاءة في استخدام تقنية سلسلة الكتل وتبسط عمليات إدارة السجلات باستخدام تقنية العقد الذكي. ننتقل الآن إلى الأسلوب اللي راح نتبعه، يعني راح نحلل دراستي هي إنه مقارنة بين تحليل تخزين الدرجات بالطريقة الحالية المستخدمة كقاعدة بيانات للدرجات، وبين تقنيات البلوك تشين. حللت سجل الدرجات المتوفر عندي في الجامعة، اللي هو طبعا سجل ورقي بالأصل، هو سجل ورقي يكتب يدويا، يحتوي على ولأكثر من مرحلة، إذا كانت الدراسة سنتين أو 4 سنوات، هي نفس المعلومات، المعلومات تخص الطالب ودرجاته وعدد الوحدات لكل درس. طبعا الطالب معلوماته انه يحدد انه هل هو مثلا سنة القبول مالته، ونوع الطالب ذكر او انثى، والدرجات اللي ياخذ الدروس اللي ياخذها بالفصل معين او اذا عد 4 فصول، وعدد الوحدات لكل درس ومعدله وباقي التفاصيل بشيت الامتحان، يعني اللي مثلا موجود وياه بنفس المؤسسة يعرف تفاصيل الشيت الامتحاني. غالبا هي تتخزن شنو الدرجات بخلايا، يعني خلينا نقول اكسل شيت مثل هذا، يعني ورقة عمل تحدد بيها مثل المراحل. هنا شيت اكثر من شيت عندي موجود بورقة العمل، وتتخزن الدرجات بالخلايا، خلايا ورقة العمل هاي مثل عندي هنا A1 B2، تضيف المعلومات هنا الخاصة بالطالب وتتخزن بهالشكل هذا، سواء تم حمايتها بشكل او باخر، هي راح تدخل يدويا سواء كانت على الورق او كانت على الشيت. بس هل إدخالي هذا ما بي أخطاء؟ أكيد بي أخطاء. ومقارنة بيه من بين البلوك تشين، إذا نجي نشوف هيكل بناء البلوك تشين. البلوك تشين طريقة الخزن مالته قاعدة بيانات لا مركزية، قاعدة يعني الخزن بيها يكون بهالشكل هذا، إنه عندي بلوك أنا راح أمثله الطالب من ان ناقص واحد الى ان، الى ان زائد واحد، يعني فد سلسله من الكتل تمثل لي كل طالب وكل عمليه تخص الطالب. هنا انا عندي الهيدر البريفيوس بلوك ادريس والتايم ستامب، راح نشرحها ان شاء الله يعني الاجزاء الاخرى من البحث، والناونس والماركر روت اللي هو تخزن به البيانات. هذا شكل الخزن للسجل الدرجات باستخدام تقنيه البلوك تشين. آلية العمل باستخدام تقنية البلوك تشين، نستخدم بلوك لخزن الدرجات والعمليات اللي يمكن إجراءها على الدرجات وبموافقة جميع الأطراف. إذا جميع الأطراف منو؟ إحنا عندنا أقسام علمية، كل قسم علمي بيه مثلا سجل درجات، هم الأطراف، كل الأطراف وكل الأقسام العلمية راح تكون عندها نفس هذا البلوك، مو البلوك وإنما سلسلة الكتل. فأي تغيير، هاي بعدين راح نحكي، أي تغيير راح يصير على هذا السجل راح نتحقق من عنده، نتأكد إنه صار أو ما صار. فالآلية إنه راح ننشئ كتلة لكل طالب في كل قسم علمي من التشكيلات، وتسجل كل المعلومات الخاصة بها. طبعا تسجيل المعلومات هي راح تكون عملية برمجية باستخدام العقود الذكية ومنصة الإثيريوم، راح نحكي عنها، السمارت كونتراكتس. وبالحقيقة هو عقد بيه مجموعة من الشروط، نفس العقد راح نأسس احنا بطريقتنا الخاصة برمجيا، وشلون نضيف إلى الدرجات معلومات الطلاب، وأي عملية تجرى على هذا العقد نحط مجموعة من العقود ونصادق عليها.
فإنشاء العقود الذكية لإدارة كل العمليات للطالب كإضافة اسم طالب أو تعديل معلومات إلى آخره هي عمليات ترانزاكشن، عمليات ترانزاكشن تصير على تقنية البلوك تشين. طبعا تكتب هاي العقود مثل ما قلت بلغة برمجة راح نستخدمها احنا سولاديتي، وتحتوي على شروط، يعني هي دوال نقدر نسوي مجموعة دوال ثابتة وبها شروط، إذا تحققت الشروط راح تتنفذ تلقائيا لأي شيء، يمتى ما ردنا نضيف مثلا نضيف طالب أو نحذف طالب أو نعدل معلومات أو أي شيء، أي عملية عندنا راح تبرمج بهذا الشكل. وطبعا هاي العقد الذكي يستخدم على منصة، يوجد كثير من المنصات، طبعا هاي المنصات تحتاج طبعا لشراء يعني بها كلفة معينة. منصة الإثيريوم اللي مثل ما قلنا هي بالأصل استخدمت مع البنوك أختي نفسه. الفاضلة ست ندى، إذا سمحتي لي محاش دقيقتين. نعم دكتور. دقيقتي أنا قصدي ها. ونستخدم الأداة روفو لتطوير واختبار أدوات العقود الذكية. نعم طبعا إحنا هنا نستخدم شبكة الند للند اللي نمثلها بالأقسام حتى نمثل بها سلسلات الكتب. آلية العمل العقد الذكي كتابة كود، طبعا مثل ما حكيت أنا هاي تقريبا قبل شوية، بكل الشروط والقواعد اللي تحقق لنا معلومات الطالب وإدخال الدرجات. نجي هنا نوضح شنو هسه هذا اللي حكيناه، شنو تقنية سلسلة الكتل، قاعدة بيانات لا مركزية. بس شلون راح نحقق الأمان والشفافية؟ أول لازم نفهم أنه بلوك تشين هي شنو، قاعدة بيانات مشتركة تتم مزامنتها بشكل آمن بين الأطراف، مثل ما قلت الأطراف هي الأقسام التي لا تثق ببعضها البعض. تقنية لا مركزية آمنة لتخزين البيانات ونقلها بشكل مبسط. هذا مثال مخطط يوضح لنا الـ decentralization database بهالشكل، هذا راح يكون هذا الشكل. وتوجد طبعا من عدة أنواع، أكو أنواع سلسلة الكتل العامة والخاصة وإلها جينا، إحنا راح نستخدم الخاصة، سلسلة الكتل الخاصة هذا المخطط يوضحها، يعني أكو عامة وأكو هايبرد وأكو برايفت، يعني تقنيات سلسلة الكتل. هاي هنا نشوف نلاحظ هسه هنا بهذا المخطط عبارة عن يعني تقنية خاصة، تقنية سلسلة الكتل الخاصة، وهنا العامة. هاي تشوف مشفرة، يعني هذا القفل اللي هنا معناته هي مشفرة. نجي مكونات البلوك تشين شنو هي؟ نحتاج النود، العقده، جهاز حاسوب كمبيوتر او جهاز يحمل النسخه الكامله من دفتر الاستاذ. عن دفتر الاستاذ هي قاعده البيانات الرئيسيه اللي اي واحد راح ينزل بيها البلوكات، بلوكات الطلاب، يعني كل طالب راح نمثله بيه بلوك. عندنا المعامله ترانزكشن، اصغر كتله بناء في نظام سلسله الكتل اللي راح نسجل بيها كل المعلومات نخزنها. عمال المناجم، الماينرز، العقد اللي تنتج كتلة تقوم بعملية التحقق من الكتلة قبل إضافة أي شيء إلى بنية سلسلة الكتل. طبعا هاي بيها عملية شرح كثير حول عمال المناجم شلون ينقبون ويحدثون الكتلة. مثل ما قلنا بنية تستخدم لحفظ مجموعة من المعاملة نقوم بتوزيعها على جميع الكتل. هاي شكل الكتلة البلوك، بيعدنا هاش 1 الناونس، رقم تلقائي يتولد حتى يخزن لنا هذا البلوك، والداتا هنا بهذا المكان راح نخلي البيانات مالتنا. وهنا عندنا شلون نحقق امان التشفير باستخدام هاي الداله، داله الهاش، راح يتولد كود بارقام مختلفه ويربط به الكود، يربط به البلوك التالي مثل ما نلاحظ هنا بالشكل هذا. يعني كل عندي هنا بلوك هيدر 1 يرتبط بمن، بالهاش اوف بريفيوس بلوك هيدر، وهكذا البلوك 2 يربط بالهاش اوف بريفيوس بلوك هيدر. هاي راح تكون ننشئ السلسله بالشكل الكامل، والعمليات راح تجرى بهذا الجزء. هذا ايضا المخطط الثاني نفس الحاله، هاي البلوكات من 0 إلى 1 مربوطات واحد بالاخر، وهاي ترانزكشن كل العمليات اللي احنا نريد نسويها على سجل الدرجات مالتنا. واكو توقيع رقمي ايضا حتى يحقق لنا الامان. سلسله الكتل لازم بيها في المفهوم اسمه الاجماع، بروتوكول الإجماع، هذا وسيلة للتواصل إلى اتفاق في المجموعة، يعني الناس الأقسام لازم كلهم يأكدون العملية أو الخزن أو الإضافة أو الحذف في السلسلة. أيضا به بروتوكولات كثيرة. بس مميزات وخصائص تقنية سلسلة الكتل هي الشفافية مثل ما قلنا، يعني المعاملات تكون شفافة ومرئية لجميع المشاركين على الشبكة.
تكون أيضا غير موثوقة، يعني إنها لا تتطلب الثقة بين الأطراف في المعاملة. يتم التحقق من صحة المعاملات من خلال الشبكة، يعني هاي المركزية، قلنا لا مركزية بها، ماكو طرف ثالث بين أي عملية تصير عندنا. أيضا مميزاته قلنا مثل هي نظام لا مركزي decentralization ومستمر، وما ممكن الكشف عن هويتها وقابلة للتدقيق، وتستخدم التشفير مثل ما قلنا باستخدام دالة الهاش. الاستنتاجات اللي نتوصل لها، تقنية البلوك تشين مقارنة بالاكسل شيت حققت لنا 3 أركان من أركان أمن المعلومات الثلاثة، اللي هي الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والأفيبيليتي. بس الكونفيدنشاليتي العفو السرية، الدرجات السرية وغير متاحة، لأنه عندنا تشفير يشفر لنا كل البيانات اللي عندنا باستخدام الدالة الموجودة بتقنية البلوك تشين. أيضا تحقق من النزاهة والشفافية الانتجريتي، حيث المعلومات دائما دقيقة وصحيحة ولا يمكن تغييرها، وأي تغيير بها رأسة راح يبين على السلسلة. وباستخدام أيضا التوقيع الرقمي والتوافرية الأيفيبلتي، حيث درجات السجل الأساس متوفرة في أي وقت للأشخاص المخول لهم فقط، مثل إدارة الأقسام وعندنا شؤون الطلاب فقط، أي شخص ثاني ما ممكن يعني تتوفر لها، يعني حسب الصلاحيات اللي راح تتبرمج. طبعا التوصيات، هاي التقنية مو نقدر نستخدمها فقط مثلا سجل الدرجات، حتى في حفظ وأمان بيانات الموظفين في تشكيلات الجامعة بنفس الأسلوب. وشكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أختي الفاضلة ست ندى، هذا البحث مهم وحساس، وهو من ضمن الـ نعم Security Document. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، وأسأل الله عز وجل أن يتاح لك فرصة في مناقشته على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدينا في العراق. أنا قدمت للجامعة بعد يقبلون، يعني لأنه هو يحتاج لبعض الكلفة، يعني يحتاج لكلفة، بس هو مهم جدا صراحة. أسأل الله ينفع بك، ونعتذر لضيق الوقت لا نستطيع باستقبال شكرا جزيلا. المداخلات. شكرا جزيلا، بالإمكان التواصل مع الأخت ست ندى على الشات للإجابة للاستفسارات. بارك الله فيك أختي. ننتقل مع حضراتكم إلى البحث الثامن ضمن جلستنا، والبحث تحت عنوان واقع الرقمنة في دول العالم الثالث، نموذج إحصاء المغرب 2024. البحث هو من إعداد وتقديم الباحث الأستاذ محمد باحو، والأستاذ محمد هو باحث في مرحلة الدكتوراه بتكوين تدبير البيئة والتنمية المستدامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط، دبلوم حاصل على شهادة الدبلوم المهني في التربية الوالدية الرشيدة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي وأكاديمية الملتقى التربوي الدولي، ودبلوم في التنمية البشرية من جامعة التاج الملكي السويدي، ودبلوم العلاقات الدولية من أكاديمية رواد الإلكترونية، ولديه العديد من الشهادات من ضمنها شهادة تحليل استراتيجي وماجستير الجيوماتية وتدبير التراث بكلية الآداب للعلوم الإنسانية ضمن جامعة محمد الأول بجودة، وشهادة الكفاءة المهنية بتخصص تدبير المجال وحماية البيئة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وشهادة الكفاءة المهنية في تخصص تدابير المجال وحماية البيئة بكلية الآداب، ولديه العديد من المؤهلات المهارية والشهادات، وهو عضو في لجنة الموارد البشرية فرقينيا التطوعي لمؤسسة ليكولازل بمصر، وعضو في باحث ماتر بمنصة إفاد العلمية 2023، والعضو عضو شرفية بمنصة إفاد العلمية، ولديه وسام باحث ناشط في فعاليات أريد 2022-2024، ولديه عضوية في بيت اللسانيات لجنة التنشيط والتقديم 23، ومشارك موثق بالعديد من نشاطات
كيو اس العالمية، هذه للتصانيف في جامعة بني سويف في مصر. أهلا وسهلا بك أخي الفاضل دكتور محمد، الصلاحية لحضرتك لتقديم بحثك ب10 دقائق، ممكن مشاركة البحث والبدء. أخي الفاضل دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاشة واضحة؟ نعم تفضل. لا الشاشة لحد الآن مع الأخت ست ندى ظاهرة عندي. نعم دكتور. رجاء إغلاق المشاركة. دكتور محمد بالإمكان البدء بمشاركة الشاشة. نعم تفضل أخي الفاضل. الشاشة واضحة؟ نعم واضحة تفضل، لديك 10 دقائق شكرا. إذا أمكن الالتزام شكرا. بالوقت. شكرا. تفضل أخي دكتور محمد. لا يوجد صوت. دكتور محمد تسمعني؟ أخي الفاضل الدكتور محمد. دكتور محمد. دكتور محمد تسمعني يا أخي الفاضل؟ الدكتور كان عنده خلل تقني، ما يتوصل الصوت، ما يظهر الصوت. أستاذ محمد تسمعنا دكتور؟ دكتور محمد؟ دكتور محمد تفضل، معك الصلاحية. نعم الآن مفتوح المايك، تفضل أخي دكتور محمد. دكتور محمد تسمعنا؟ أخي الفاضل دكتور محمد تسمعنا؟ هل دكتور بالإمكان الانتقال إلى البحث التاسع ثم العودة إلى الدكتور محمد؟ الأخت الباحثة فاطمة معنا؟ أستاذ عدنان؟ الدكتور نعم نعم، إذا موجودة. نعم ننتقل إذا مع حضراتكم إلى البحث التاسع ثم نعود مجددا إلى البحث الثامن. البحث التاسع هو تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وبنية المجتمع للأخت الفاضلة الباحثة فاطمة محمد الفرحان. تفضلي أختي الفاضلة الأخت فاطمة للتعريف عن حضرتك، ما لحضرتك ب 12 دقيقة إذا أمكن الالتزام بالوقت. مثلا صباح الخير للجميع، تحياتي لهم جميعا، تحية عطيرة. بالنسبة لي فاطمة الباحثة فاطمة الطرحان، منتدبة قضائية بالمحكمة الجنائية بالمنصب البيضاء، سفيرة التنمية المستدامة حول العالم، عضو في منظمة الصداقة الدولية بالسويد، عضو في منصة أريد الدولية، عضو في الجمعية الفرنسية لحماية الأطفال، طالبة ماستر في قانون جنائي بجامعة ديانة العالمية، طالبة ماستر بحثي في سوسيولوجية الأسرة بجامعة بيرشام الدولية. بالنسبة للبحث فإنني أتناوله في الذكاء الاصطناعي وبنية المجتمع، أهمية البحث. من فضلك ست فاطمة مشاركة. نعم بارك الله فيك. هناك مشاركة نعم واضح. تمام. نعم تفضلي. أهمية البحث مع انتشار الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يفرض وجوده داخل المجتمع ويكتسح جميع المجالات ومنافسته للعنصر البشري ودخولي في علاقات تجاوبية، أثارني الشغف المعرفي كباحثة أن أغوص في ثنايا هذا العالم المتكون الجديد بهذا البحث المتواضع لما له من أهمية في رصد بنية المجتمع مع وجود الذكاء الاصطناعي كمتغير إضافي في تكوين المجتمع
وعلاقته التواصلية والتفاعلية والدينامية. أهداف البحث: يسعى هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف التي تتضمن التعريف بالذكاء الاصطناعي كموضوع وسياقه التاريخي منذ نشأته إلى غاية تواجده داخل المجتمع، الإلمام بأهم الخدمات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للإنسان وتواجده بين الجنس البشري كإضافة للمجتمع، الوقوف على بنية المجتمع الحالية مع تواجد الذكاء الاصطناعي كمتغير بين الجنس البشري وكنوع آخر للإنسان في صورة آلة، التطرق إلى التغير الذي سيواجهه المجتمع لانصهار الذكاء الاصطناعي داخله وتدويب من خلاله الثقافات المتعددة للإنسان ليصبح نموذج واحد مع العولمة. إشكالية البحث: كيف ستتحول بنية المجتمع في جميع علاقاتها التفاعلية باختلاط الذكاء الاصطناعي مع الجنس البشري في شتى الميادين مع الجيل الخامس؟ أسئلة البحث: ما هو النموذج المجتمعي الحقيقي الذي ينتظر البشرية مع تواجد الذكاء الاصطناعي؟ ما هي نوع العلاقات والتفاعلات التي ستطرح نفسها بحكم المجتمع الذي سيحتوي على مكونين مختلفين ضمنه؟ ما هي الإكراهات التي ستواجه المجتمع عند خلخلة ثقافته وكينونته مع الجنس البشري؟ والاحتياطات التي يجب التحلي بها مع امتداد الذكاء الاصطناعي. فروض البحث: ربما المجتمع مقبل على تغيير جذري لبنيته البشرية مع شيوع الذكاء الاصطناعي، ربما سيشهد دينامية اجتماعية تفاعلية مختلفة مع المتغيرات التي ستحدث له وسيفرز لنا علاقات ازدواجية بين المكونين معا. ربما التهديد الحقيقي للمجتمعات مع الذكاء الاصطناعي هو الحفاظ على الثقافات المختلفة للجنس البشري وأخلاقياته. ربما الإكراه الحقيقي هو إيجاد الإطار القانوني المنظم للعلاقات الداخلية بين الجنس البشري والذكاء الاصطناعي. الإجراءات المنهجية للبحث: منهج الدراسة موضوعية تحليلية، نوع الدراسة نظرية مكتبية. المبحث الأول: الإطار العام للذكاء الاصطناعي. الفصل الأول: التعريف بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو نظام علمي بدأ رسميا في عام 1956 في كلية دارتموث في هانوفر بالولايات المتحدة الأمريكية خلال انعقاد مدرسة صيفية نظمها 4 باحثين أمريكيين، وجون مارفن، ناتان بي، وكلود. الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر يحاول فهم جوهر الذكاء وإنتاج آلات ذكية جديدة تستجيب بطريقة مشابهة للذكاء البشري. تشمل الأبحاث في هذا المجال الروبوتات والتعرف على الكلام والتعرف على الصور ومعالجة اللغة الطبيعية وأنظمة الخبراء، أو تعريف آخر بأن الذكاء الاصطناعي محاولة لتعليم الآلات محاكاة القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها من أجل تسهيل حياة البشر وجعل الآلات تؤدي مهام كثيرة كانت تأخذ جهدا ووقت كبير من البشر. وهناك تعريف آخر: الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسب الذي يهتم بتطوير الأنظمة والبرامج التي تتمتع بالقدرة على التعلم من البيانات وتحليلها وتنفيذ المهام بشكل ذكي واتخاذ القرارات بطريقة ذاتية. الفصل الثاني: السياق التاريخي للذكاء الاصطناعي. بينما تم ترسيخ ظهور الذكاء الاصطناعي منذ سنة 1956، فإن أفكاره كانت تتداول منذ 2000 عام باليونان، وذلك من خلال أساطيرهم، وحيث ظهرت أولى كائنات اصطناعية عبارة عن مقاتلين والأقواس ذات السهام الذكية، حتى نظموا أشكالا من الذكاء الاصطناعي. وحيث أن الذكاء الصناعي أثارت فضول البشرية منذ العصور القديمة، وتعتبر أسطورة تالوس أول مخلوق يشبه الروبوت في الأساطير، يرتبط اسمه بزيوس الصانع. وكان ريني ديكارت في القرن 17 يشبه الحيوانات بآلات تتحرك وفق مبادئ ميكانيكية معينة، وهو ما يمكن استشراف مبكرا لفكرة الذكاء الاصطناعي. وفي القرن 18
قد قدمت الدمى الأوتوماتيكية التي تلعب الشطرنج أو تكتب الرسائل على إمكانية وجود آلات تحاكي بعض الجوانب البشرية. مع تطور طبعا العلوم والرياضيات وظهور الحاسوب، بدأ الحلم يتحول إلى واقع ملموس، فالأفكار التي كانت بعيدة المنال بدأت تأخذ الخوارزميات ونظم الحوسبة المتقدمة التي نعرفها اليوم. الفصل الثالث، علاقة الذكاء الاصطناعي بالفرد والجماعة. بعدما تطرقت إلى المفهوم والتاريخ، نرجع إلى العلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي والفرد والجماعة. انتقلت الجماعة في تكوينها الطبيعي والمتعارف عليه من جماعة متكونة من الجنس البشري إلى جماعة تشملها الآلات الصناعية. وهذا التكوين المزدوج بينهما داخل الجماعة ستفرز لنا علاقات تفاعلية فيما بينهما. دخول الذكاء الصناعي في تكوين النموذج المجتمع المزدوج سيجعل المجتمع يعرف الدينامية من نوع آخر في علاقاته التواصلية. وهذا التكوين سيجعلنا في مواجهة عناصر غريبة داخل الجماعة، مثل وجود جسم غريب في الجسم البشري، وهل سيتم تقبله أو رفضه؟ وهل سيكون الجنس البشري في أمان عند دخوله في العلاقات التفاعلية بين النموذجين؟ وماذا سيحكم تلك العلاقات، وخصوصا أسطر على التفاعل العاطفي بين الجنس البشري والآلة نموذج أخلاقي يلزم الجميع اتباعه، أو قوانين تزجر كل مخالف للنظام العام الذي يجب أن يتحل به النموذجين معا في علاقتهما وعملهما. المبحث الثاني، الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالمجتمع. الفصل الأول، الذكاء الاصطناعي وصيرورة المجتمع. لم يعد الذكاء الاصطناعي محصورا في نظام ثابت لهدف معين داخل الجماعة أو المؤسسة، وإنما تحول إلى برنامج متطور يسير وفق الظرفية والزمان والمهام والتجاوب المكلف بها في تفاعله مع الجنس البشري. إن البرنامج الذي يطور نفسه وفق لغة اللوغاريتم يمكن أن تصير بالآلة إلى الاتحاد والتضامن في تشكيل خلية أو جماعة مصغرة أو نموذجية مسطرة البرامج والأهداف للتنفيذ وفق توجهها أو إيديولوجيتها التي تسطرها في المستقبل. هل تطور الآلة برامجها المتطورة تلقائيا وفق البرمجة اللغوية العصبية، والذي يعتبر حقل داخل الذكاء الاصطناعي يستخدمه لمعالجة كميات كبيرة من البيانات المكتوبة من أجل فهمها؟ ومع هذه الصيرورة المتطورة السريعة وتشابك العلاقات بين الذكاء الاصطناعي والجنس البشري، سيدخل المجتمع في دينامية مزدوجة بين المكونين. الفصل الثاني، دينامية المجتمع مع الذكاء الاصطناعي. إنها دينامية فريدة وفي شكل آخر، انتقلت من الجنس البشري إلى الوجود الذكاء الاصطناعي. ولكن سابقا تم تشكيل المجتمع على انصهار جماعات بجميع مكوناتها وثقافاتها لتعيش تحت مظلة المؤسسات والقانون، في علاقات دينامية وفي صيرورة دائمة. ومع تواجد الذكاء الاصطناعي، كيف يمكننا تحديد دينامية المجتمع وأسطر على دينامية المجتمع التي ستصبح مزدوجة؟ وتلك الازدواجية ستجعل المجتمع يعرف تغييرات كبيرة على مستوى التكوين والتفاعل والعلاقات. كيف يمكن تحديد تلك العلاقات بين الجنس البشري والذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكننا تصور المجتمع مختلط بالذكاء الاصطناعي؟ هذه الدينامية تجعلنا نغوص في مجتمع آخر بتشكيلة أخرى، في علاقات تفاعلية جد معقدة. الفصل الثالث، العلاقات التفاعلية وثقافة الجنس البشري. إن الإكراه الذي سيواجهه الجنس البشري في علاقاته التفاعلية هو الحفاظ على ثقافته النوعية. مع انتشار هناك ناقوس خطر مع انتشار الذكاء الاصطناعي في المجتمع، وسيساهم في تدويب الثقافات المختلفة واندثارها في نموذج ثقافي موحد الذي يتشكل مع ثقافة الآلة، والتي ستحول الإنسان
إلى عبارة عن آلة يسير وفق نمطها. إنه النموذج الذي يحاول صانعي الذكاء الاصطناعي إفرازه. وقتك الفاضل ست فاطمة، دقيقتين مع حضرتك، بارك الله نعم، فيك. قربت على الانتهاء. ماشي. إنه العالم الجديد الموحد الذي يسير وفق أنظمة مدققة ومنهجة ورقمية. عالم تنعدم فيه كل الأحاسيس والمشاعر والعواطف والإنسانية، إلى عالم الآلة المتوحشة والتي تعرف فقط العمل والإنتاج والمردودية. إنه العالم الرأسمالي الرقمي الحر، وبالتالي كيف يمكن لنا ضبط تلك العلاقات مع الآلات في إطار قانوني ينظم لنا أخلاقيات التعامل؟ الفصل الرابع، الإطار القانوني لتنظيم العلاقات بين المكونات. إن القانون يحافظ على نظام المجتمع باعتباره الرادع وفق قوانينه والزاجر لكل الأفعال الجرمية التي تصدر عن الجنس البشري حتى يعم السلام والود والوئام. ولكن كيف يمكن للعدالة أن تأخذ مجراها مع الآلة؟ هل سيتم تطبيق القانون الجنائي عليها في الجرائم أم مطالبتها بالتعويض عند الخسارة؟ إن كان يفكر المشرع في الإطار الأخلاقي في التعامل مع الآلة، فإنه صعب إيجاد الإطار القانوني لتطبيقه على الآلة، ويمكن في المستقبل مع انتشارها أن نسير وفق نوع قوانينها، واحتمال كبير أن تصير وحشية وانتقامية ضد البشرية، لأن برامجها أصبحت تطور نفسها بنفسها ولم تعد محصورة التطبيقات. وفي الأخير، التحليل والمناقشة. بعد التحليل والمناقشة المبحثين، سيتبنى لنا البنية التي ستفرزها لنا ازدواجية المكونين وتفاعلهما في خلال العلاقات التي ستربط مداخل المجتمع في شتى الميادين، وكيفية تنظيم تلك العلاقات بإحداث قانون مؤطر لها للحفاظ على ثقافة الجنس البشري وأخلاقه. وكباحثة، أجده من الصعب التحكم في تلك الآلات إلا عبر تطبيقات أخرى مضادة لأعمالها إن تحولت عدوانية وتشكل جرائم داخل المجتمع، وإلا سيكون الجنس البشري في خطر مع التعايش والتعامل مع مكون آخر غريب عنه. وشكرا جزيلا لكم للاستماع. بارك الله فيك أختي الفاضلة ست فاطمة. معنا وقت نأخذ مداخلة واحدة، أخ أستاذ عدنان. نعم دكتور. طيب، من أحب أن يطرح سؤالا فليتفضل. فقط يرفع أداة اليد ريس هاند ونعطيه الصلاحية إن شاء الله. شكرا جزيلا اخواني الاعزاء، بالامكان التواصل مع الاخت الفاضله ست فاطمه عبر الشات. شكرا جزيلا. نعود الى الاخ الفاضل الدكتور اخ الفاضل دكتور محمد، السلام تسمعني؟ عليكم. السلام عليكم عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جاهز اخي دكتور محمد؟ نعم، هل بالامكان. شاركت نعم، معكم الشاشه، هل هي واضحه؟ بارك الله، بارك الله فيك. نعم واضحه، بالامكان تقديم عرضك. شكرا جزيلا. العرض واضح أخي الفاضل الدكتور محمد، بإمكانك التقديم. حسنا، بالنسبة للموضوع الذي هو موضوع مداخلتي كان حول إشكالية الرقمنة في دول العالم الثالث. بالنسبة للإشكالية فهي التحديات التي تواجه الرقمنة في دول العالم الثالث المنهجية. اعتمدنا منهجا استثنائيا تحليليا يعتمد على معطيات آنية، في حين أن الأهداف كانت هي تحديد مكامن الخلل في هذا النموذج وسبل تجاوزها. هذا الموضوع يفرض رهينيته لأنه سيحدث بعد تقريبا 50 يوما من الآن، وأيضا له يعتمد أو على نتائجه في رسم معالم السياسة المستقبلية في جل القطاعات التي ستشكل منهج البلاد أو مسار البلاد. نتائج هذا الموضوع هي تحديد هذه المكامن في كل عنصر من عناصر العمل، سواء تعلق الأمر بالعمل الميداني أو العمل التكويني.
تحسين التجربة في إطار الإحصاءات القادمة، سواء تعلق الأمر في البلد الأصل أو في الدول المجاورة، بالإضافة إلى إضافة مهارات لمؤسسات الجامعية ذات العلاقة بالأمر، خاصة فيما يخص الدراسات الميدانية والتطبيقية. كتقديم، فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد مكامن القوة والضعف التي تعتري التجربة المعتمدة في هذا الإحصاء، حيث تم الاعتماد لأول مرة على نظام رقمي في عملية التكوين، سواء تعلق الأمر بالتكوين عن بعد، بالإضافة إلى الاستناد إلى الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تطبيق كابي الذي له ارتباط بالأقمار الصناعية والوحدات المركزية الوطنية، فضلا عن شبكات الإنترنت في عمليتي الاستجواب للساكنة وعملية جمع المعطيات بشكل تلقائي. هذا من شأنه أن يسهل عملية الحصول على المعطيات التي تساهم في رسم هذه المعالم في مختلف القطاعات، سواء تعلق الأمن بالسكن والسكنة والخدمات والتعليم وخدمات الإنترنت ومياه الشرب. على مستوى التشخيص، فالتشخيص الواقعي للبلاد، فحسب المؤشر تنمية الحوكمة الإلكترونية، وهذا المؤشر يعتمد فيه على 3 مؤشرات. المؤشر الأول يعتمد على تنمية الحوكمة الإلكترونية، كمنها أبعاد مهمة فيما يخص توفير، سواء تعلق بتوفير الإنترنت أو الاتصالات اللاسلكية واللاسلكية، فضلا عن القدرات البشرية في هذا الصدد. وقد خلص هذا التقرير إلى أن البلاد قد عرفت تراجعا على مستوى الدولي، فبيد أن العديد من الدول تظن أنها قد استثمرت بشكل كبير في قطاع الرقمنة ووظفت له العديد من الموارد المادية والبشرية، ولكن التطورات الحالية خاصة بعد جائحة كورونا فرضت نفسها كواقع آلي، وبالتالي كانت الجهود أو الموارد المقصودة هي أقل بكثير من السرعة التي زرعت بها. فقد انتقلت البلاد من تصنيف 30 في سنة 14 و2000 إلى ترتيب 78 في 19 و2000، لتنتقل إلى 101 في عام 2022. على مستوى المراحل هذا الإحصاء وتكوينه، فهو قد مر ب 7 مراحل أساسية. المرحلة الأولى تضمنت انتقاء حوالي 500 ألف مترشح بشكل تلقائي، ثم خضع منه للانتقاء 200 ألف فرد، في حين أن فقط 91 ألف من هؤلاء هم الذين أتموا عملية التكوين عن بعد استنادا إلى الذكاء الصناعي. وهذا يعكس وجهين، الوجه الأول يتمثل في كون أن العديد من المناطق لا تتوفر على صبيب كافي من الإنترنت، وأيضا أن عدد من الأشخاص ليس لديهم القدرة للولوج، لأن عملية التكوين كانت تتضمن مجموعة من المراحل فضلا عن الاختبارات وغيرها، في حين أن عملية المقابلة الشفوية تضمنت 81 ألف تم الانتقاء منها على مستوى هؤلاء 62 ألف شخص، وبشكل أي بشكل لا رجعة فيه تم انتقاء 55 ألف بشكل فعلي، أي أنهم تم انتقاؤهم ليقوموا بعمل ليخضعوا لعملية تكوين ميداني، وفي حين تم الاحتفاظ ب 5000 و ب 7650 شخص في حالة احتياطي، أي في حالة عدم تمكن أحد هؤلاء المشاركين من إتمام هذه المهمة حتى لا يقع هنالك فراغ. وفي المرحلة الموالية فنعرف بهذا التطبيق أو التطبيق المعتمد، وهو هذا التطبيق تم اعتماده على مستوى المندوبية السامية للتخطيط منذ 7 و2000، ولكن لم يتم تطبيقه أو إدراجه بشكل ميداني إلا في هذه السنة في 2024. وهذا النظام يعتمد على إجراء المقابلات الشخصية والميدانية
التي تشكل جزءا من منصة فورس، يسمح لنا بجمع ردود الفعل وبرامج البحث في المواقع التي تتناسب مع المستجوبين، وتهدف إلى التحسين والدقة وتعزيز المشاركة، وفضلا عن الوقوف على الأخطاء التي تتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إعادة التصحيح كما كان هو عليه الحال في الإحصاءات السابقة التي كانت تعتمد على الشكل الورقي. وأيضا يمكن هذا البرنامج من استعمال المعلومات ومراقبتها ومدى تطابقها أثناء الاستجواب، أي بشكل تلقائي. أيضا يساعد هذا البرنامج على الترميز السريع للأجوبة المحصلة عليها، بما في ذلك الأسئلة التي تحتاج إلى ترميز وأجوبتها إلى تدوين، بمعنى أن في خلال هذه العملية أن بشكل متزامن مع عملية الإحصاء فسنكون نحصل على معلومات كما هو الحال في الانتخابات، ولكن هذا الأمر يكون في ما يخص جميع المؤشرات التي هي في حاجة لها. أيضا يمكننا من تحسين جودة المعطيات المجمعة بإظهار رسائل إلكترونية أثناء الاستجواب، وأيضا تلفت الباحثين الأخطاء المرتكبة ومدى التناقض بين المعلومات المجمعة في حالة وجود هذه الثغرات، فيقوم المبحوث أو الباحث بعملية الاستيضاح لهؤلاء الباحثين حتى يتم تجاوز الخطأ والفراغات في هذه العملية. أولا بالإضافة إلى تقليص آجال نشر النتائج، سد الثغرات خاصة فيما يخص التأطير والتتبع، لأن هذه العملية في السابق كانت تتم بشكل مضغوط، أي أننا فقط ننتظر حتى الفترة التي نحاول فيها إجراء هذا عملية الإحصاء ونقوم بعملية التكوين، وفي الغالب كان يعتمد على أطر في مختلف القطاعات، بمعنى أننا نحتاج إلى توقيف تلك الأطر في أنشطتها ومراكزها الإدارية لنستعين بها بعملية الإحصاء. هذا الأمر تم تجنبه في هذه الفترة باعتماد تكوين عن بعد والذكاء الصناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالأطر أو الباحثين في مختلف الجامعات الوطنية والعديد من المراكز البحثية. بالإضافة إلى أن جودة المعطيات المجمعة يجب التأكد منها ومن صحتها، وأيضا من ترشيد الوسائل المادية الاستغناء على. أخي الفاضل دكتور محمد، معك دقيقتين فقط. نعم، شكرا، بارك الله فيك. إذا بما يخص هذه النتائج المقترحة لهذه، أولا رسم المعالم السياسة سواء تعلق الأمر في قطاع التشغيل، قطاع السكن، التعليم، وهذه المرة تم إدراج بدل معرفة القراءة والكتابة إلى القيام بعمليات حسابية. أيضا تم إدراج مجموعة من الأسئلة المتعلقة من حيث القدرة على استعمال الأنشطة أو القيام بالأنشطة اليومية بشكل تلقائي. أيضا تم إدراج مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالتكنولوجيا من حيث القدرة على استعمال الهواتف الذكية والولوج الإنترنت سواء بشكل آني أو شخصي، بالإضافة إلى العنصر الذي يؤرق البلاد في هذه السنة، عنصر المياه، لأن عنصر المياه سيشكل عائقا في الوقت الحالي وفي الوقت المستقبلي، فضلا عن الإطار المتعلق بالبيئة. فيما يخص المقترحات والتوصيات، فنحن بحاجة في هذا الأمر إلى عملية الإحصاء بشكل دوري في 5 سنوات بدل 10 كما هو معتمد عليه في البلاد، أسوة بالدول المتقدمة. أيضا يمكن أيضا من وضع كل حكومة على المنجزات التي أنجزتها، لأن كل فترة حكومية تستمر لمدة 5 سنوات، وبالتالي تكون أمام تلك الحكومات معطيات جديدة تمكنها من تحديد أيضا الأولويات والبرامج، وأيضا هذا يدخل في إطار ربط سياسة المسؤولية بالمحاسبة.
ايضا ادراج الاستماره في الالكترونيه لتسهيل عمليه العمليه، خاصه فيما يخص الموظفين الذين يكونون يشتغلون في طوال اليوم او خارج البلاد للحصول على المعلومات التلقائي. ايضا شمل التخصصات الجامعيه لتكوين اطر في هذا الصدد بدل التكوينات الموسميه، حيث تكون قادره على انجاز هذه المهام دون الحاجه الى الخبرات الخارجيه، لانه تم الاعتماد على خبرات خارجيه في تطوير هذا النموذج. اخضاع المبادرات التشغيليه لنفس المنطق لتجنب الممارسات المشبوهة المعطلة لمنطق الأهلية في الحصول على مجموعة من المناصب، وأيضا لتحسين رتبة الدولة في محاربة الفساد. استفادة الدول الأخرى من هذه التجربة وتطبيقها، تحديد مناطق ذات الدينامية المرتفعة والدينامية المنخفضة فيما يخص سواء تعلق الامن من حيث الهجرات او من حيث الضغط التشغيلي لاعاده توازن للبلاد، وهذا الامر لا يشمل فقط المغرب بل يشمل مجموعه من الدول الاخرى، وضع سياسات تعالج اشكاليه الرقمنه بالبلاد. وكخلاصه، تبقى هذه التجربه من التجارب التي تحتاج الى التنويه بها كتجربه اولى، لكنها بحاجه الى بعض الاضافات، لا سيما من حيث المواضيع الراهنه من حيث الرقمنه والتكنولوجيا والاشكالات الاسريه والمجتمعيه التي باتت تفرض نفسها بشكل يصعب التعايش معه، خاصه من قبل الاجيال القادمه. واذا كان هنالك الشعار الذي اعتمد عليه في هذا الاحصاء هو قوه الساكنه في قوتها ساكنتها، فعلينا أن نستثمر في هذه الساكنة بشيء من الإنصاف ولا نقف عند محطة الوصف. وإلى هنا أكون قد أتممت هذه المناظرة، وأتمنى أن أكون احترمت الوقت. بارك الله فيك أخي الفاضل دكتور محمد، شكرا جزيلا على هذا العرض. نظرا لضيق الوقت نعتذر من حضراتكم بأخذ المداخلات، بالإمكان التواصل مع الأخ الدكتور محمد عبر الشات. شكرا جزيلا أخي الفاضل الدكتور محمد. ننتقل مع حضراتكم إلى البحث العاشر ضمن جلستنا، والبحث تحت عنوان الذكاء الاصطناعي ومهارة التفكير الإبداعي، تكامل أم تراجع؟ هذا البحث من إعداد الأخوات الفضليات دكتورة رجاء بن حيدة، دكتورة سمية منى، دكتورة بشرى كامل. تقدمه لحضراتكم الأخت الفاضلة الدكتورة رجاء بن حيدة والأخت دكتورة رجاء، هي باحثة مهتمة بالمجال التربوي، أستاذة نحو البلاغة عروض في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، أستاذة زائرة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة مولاي إسماعيل، ناقدة وشاعرة مهتمة بالمجال الإبداعي والأدبي، وهي عضوة الهيئة الإدارية الاستشارية والتحكيم لمؤسسة نور الأدب للإعلام والنشر والتوزيع في مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وأيضا عضوة في مختبر البحث العلمي التربوي بالعالم المتوسطي مركز رقي للأبحاث والدراسات. لديها الكثير ما شاء الله من الإنتاج البحثي، من أهمه كتاب نقدي تحت عنوان شعرية الإيقاع من تشكيل الإدلالي إلى موسيقى البصري، وكتاب سحابة كلام، ومجموعة شعرية تحت عنوان ويح الهوى، وكتاب نقدي تحت عنوان ذاكرة مكان في ذاكرة روح وشعر. ولديها الكثير من النشاط البحثي. تفضلي أختي الفاضلة الدكتورة رجاء، المايك مع حضرتك، بالإمكان إلقاء البحث في 10 دقائق من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام. صوت مسموع؟ نعم تفضلي دكتورة، صوت مسموع. نعم تحية. نعم تحية طيبة للحضور الكريم وللساهرين على هذه المنصة الشامخة كل باسمه وصفته ولقبه، وتحية أيضا عارفة عامرة للدكتور يوسف المشهداني رئيس الجلسة، والدكتور عدنان قلعة مدير قاعة، والدكتورة مريم التي تعمل في الخفاء، لكم جزيل الشكر. عنوان دراستنا يتمحور حول الذكاء الاصطناعي ومهارة التفكير الإبداعي، تكامل أم تراجع. تتناول هذه الدراسة تحديات الذكاء الاصطناعي في علاقتها بالمهارات الشخصية الناعمة،
وتنقسم إلى 3 مباحث رئيسية. المبحث الأول مفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وتطبيقاته في مجال الإبداع والابتكار. تحديات أيضا كعنوان آخر في المبحث الأول، تحديات الذكاء الاصطناعي في مجال إنتاج محتوى تعليمي له علاقة بمجال الأدب، تكامل أم تراجع. في المبحث الثاني تطرقنا إلى مفهوم مهارة التفكير الإبداعي، وأيضا إلى تحديات التفكير الإبداعي في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي الخارق. المبحث الثالث هو مبحث تطبيقي فيه استبيان، وأول محور إن شاء الله سنبدأ به في هذه الجلسة المباركة هو الذكاء الاصطناعي من المفهوم إلى التطبيق. في هذه الدراسة توقفنا عند مفهوم الذكاء الاصطناعي من وجهات نظر، بدءا من تعريفات الخبراء المتخصصين وصولا إلى تطبيقاته المتنوعة في مجالات الإبداع والابتكار، كما تناولنا التحديات والمخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخارق، وبالتالي قدمنا نظرة شاملة حول هذا الموضوع الشائك والمتطور في علاقته بالتفكير الإبداعي. ننتقل بعد ذلك إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي عند الخبراء المختصين. أول مفهوم رأيته جامعا شاملا مانعا هو للخبيرين راسل ونوربيج، إذ يصرحان أن الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر يهدف إلى فهم وتطوير وكلاء ذكيين، وهي أنظمة يمكنها الاستدلال وحل المشكلات واتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل. لنجد تعريفا آخر مفصلا أيضا لستيفن روسل يقول: هو دراسة كيفية جعل الآلات تفعل أشياء تتطلب ذكاء بشريا مثل التعلم وفهم اللغة وحل المشكلات واتخاذ القرارات. فهو في نظره نظام ذكاء اصطناعي مصمم لأداء مهمة محددة بدقة عالية، في حين يرى يان لوكان أن الذكاء الاصطناعي هو مجال بحثي يستكشف إمكانية إنشاء آلات ذكية يمكنها أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشريا. إذا يركز تعريف كول من ستيفن ويان على الجانب المعرفي والبحثي، في حين يركز تعريف ستيوارت وبيتر على الجانب التقني. أما تعريفات الذكاء الاصطناعي عند المبدعين فكانت متباينة طبعا لتباين التطلعات والهواجس. فنجد الكاتبة الكندية مارغاريت أتوود في كتابها حكاية خادمة تقول أن الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن استخدامها لقمع البشرية، ومستقبلنا يعتمد على كيفية مقاومتنا لهذا القمع. إذا هو تخوف وتحذير من هذه القوة الرقمية الهائلة التي قد يتم تسخيرها كأداة للقمع. وهنا تكمن خطورة أداء الذكاء الاصطناعي إن يتم استخدامه لأغراض سلبية كقمع الحريات أو التحكم في السلوك البشري. وفي نفس المنحة عفوا نجد تصريحا لإيلون ماسك الذي صرح في مقابلة مع مجلة كينغستون قائلا: هو أخطر شيء معه البشر على الإطلاق، وأنا أكثر قلقا بشأن الذكاء الاصطناعي من الأسلحة النووية. تصريح لا أخفيكم في قلق عميق من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وفيه مقارنة بين تهديد الذكاء الاصطناعي الذي هو تهديد أشد خطرا للبشرية من تهديد الأسلحة النووية، إذ يمكن أن يستخدم لأغراض ضالة مثل تطوير أسلحة ذاتية الاستهداف أو نشر معلومات مضللة أو التحكم في سلوكيات الناس. ومن جهة أخرى نجد تعريفات لمبدعين استفادوا من الذكاء الاصطناعي كالمخرج ستيفن سيبريلك الذي يرى أن الذكاء الاصطناعي هو أداة سينمائية جديدة تتيح لنا رواية قصص لم تكن ممكنة من قبل، فقد استخدم الذكاء الاصطناعي في فيلمه ريدي بلاير وان لإنشاء شخصيات وبيئات واقعية بشكل مذهل لم يكن ممكنا تحقيقها باستخدام المؤثرات الخاصة التقليدية، وأتاح له الذكاء الاصطناعي نقل المشاهدين إلى عالم خيالي وجعلهم يشعرون وكأنهم جزء من القصة. وبعد التعريفات ننتقل إلى جرد أنواع الذكاء الاصطناعي. إذ ينقسم الذكاء الاصطناعي إلى 3 أنواع. هناك الذكاء الاصطناعي الضيق، وهناك العام، وهناك الخارق.
الذكاء الاصطناعي هو نوع مصمم لأداء مهمة محددة بدقة عالية، في حين يعرف نيك النوع الثاني هو نظام ذكاء اصطناعي يمكنه تحقيق أي مهمة فكرية يمكن للإنسان تحقيقها. أما النوع الثالث ويسمى بالذكاء الخارق هو نوع قد يتفوق على الذكاء البشري، وهذا النوع الأخير يثير جدالا محتدما بين الخبراء والمختصين، إذ هناك من يعتقد بإمكانية تحققه من الناحية النظرية، بينما يعتقد البعض الآخر أنه غير ممكن أو غير مرغوب فيه إن صح التعبير. ومن بين أشهر خبراء التكنولوجيا الذي تحدثوا عن الذكاء الخارق إيلون ماسك، الذي يرى أن الذكاء الاصطناعي الخارق يشكل تهديدا خطيرا على البشرية إذا لم يتم التحكم فيه بشكل صحيح، وقد شبه تطور الذكاء الاصطناعي باستحضار الشيطان. بيل جيتس يعتقد أن الذكاء الاصطناعي الخارق يمكن أن يكون أكثر فائدة من أي اختراع بشري آخر، وستيفن تراس يرى أن الذكاء الاصطناعي الخارق يمكن أن يكون شيئا أو سيئا بالنسبة للبشرية، يعتمد فقط ذلك على كيفية تطويره واستخدامه. وعلى الرغم من كل هذه المخاوف والتحديات، فإن البحث مستمر في مجال الذكاء الاصطناعي الخارق بوتيرة متسارعة، ومن الممكن أن يؤدي إلى ثورة في العديد من جوانب حياتنا، مثل الرعاية الصحية نجد الطب الدقيق، النقل نجد سيارات ذاتية القيادة، في التعليم نجد الأستاذ الرقمي. ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن الذكاء الاصطناعي الخارق لا يزال تقنية ناشئة، وأن هناك العديد من المخاطر المحتملة والمرتبطة بتطويره واستخدامه. انتقلنا بعد ذلك إلى إدراج بعض التطبيقات. إلى إدراج بعض التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع والابتكار، ولا أخفيكم أختي أن الفاضلة التنوع في دكتورة معك دقيقتين يعني من فضلك. ونعم أستاذ، ولا أخفيكم أن التنوع في هذه التطبيقات متفرع بتفرع المجالات، إذ لم ينجو أو يسلم أي مجال من هذه الاستفادة. كما نرى هناك تطبيقات في العلوم البحتة والفنون البصرية والتعليم والأعمال التجارية، وما يهمنا هنا هو التعليم. هناك تطبيقات عديدة سأذكر بعضها نظرا لضيق الوقت. هناك إنشاء نصوص إبداعية، هو الذكاء الاصطناعي الشعري، نموذج بارد من جوجل أي آي، هو نموذج لغة ضخم قادر على كتابة القصائد وهذا ما أثرني، والقصص القصيرة والنصوص المسرحية والقطع الموسيقية والرسائل وما إلى ذلك باللغة العربية. كما يمكن كتابة نصوص إبداعية بأسلوب مختلف للشعراء والمؤلفين العرب. هناك مشروع أيضا ديب أريبيك بويتري من جامعة الملك عبد العزيز، هو نموذج ذكاء اصطناعي لكتابة القصائد العربية بناء على موضوع أو نمط محدد. يمكنه تحليل مجموعة كبيرة من القصائد العربية لفهم الأنماط والقواعد الشعرية والعربية. هناك رواية أحلام إلكترونية من شركة ديب مايند، وهي أول رواية عربية تكتب بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، تم كتابتها بواسطة نموذج ذكاء اصطناعي يدعى كوفر، والتي تدربت على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والكتب العربية. ولا أخفيكم هي مجالات متعددة ومتشعبة، ذكرت فقط القليل منها بحكم الوقت المخصص للعرض ولا يمكن حصرها نهائيا، فقد أدرجت البعض منها. وهكذا نلاحظ أن الذكاء الاصطناعي يقدم إمكانيات هائلة لتعزيز التعليم، بحكم أنني ذكرت المجال المخصص للتعليم، بما ذلك مجال الأدب. وفي هذا التعزيز أيضا تحديات رئيسية لا يمكن تجاهلها، مما يثير تساؤلات حول تكاملها مع الجهود البشرية أو تراجعها. سأنتقل إلى الشق التطبيقي بحكم أن الوقت لا يسمح للأسف، ما لا زال كثير ما يقال في هذا المجال، ولكن سأنتقل لأهمية هذا الشق. كما نعلم أن قيمة الجانب النظري في الدراسة لا تكتمل إلا بالدراسة التطبيقية التي تنطلق من تلك التساؤلات التي يتم وضعها في بداية البحث. وتساؤلات ورقتنا العلمية هذه كانت محددة ومركزة، فعملنا على وضع تساؤلات فرعية تم وضعها في استمارة استبيان الإلكتروني، وتم توجيهها إلى أساتذة متدربين في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الذي أشتغل فيه، مصاحبة بسؤال مفتوح عن الإشكالية الأساس. وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول هو الطريقة والأدوات المستخدمة، المبحث الثاني هي عرض
ومناقشة لنتائج الدراسة، وبعد تفريغ تلك الإجابات التي جاءت ردا عن أسئلة محددة، وأول سؤال: ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها الإبداع البشري في عصر الذكاء الاصطناعي؟ حقيقة بعد استقراء الإجابات نقف عند مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع البشري، ومخاوف أخرى من احتمالية تفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في المهام الإبداعية، كما قد يؤثر سلبا على دافعية الإبداع. السؤال الثاني الموالي: كيف يمكننا تعزيز ورعاية مهارات التفكير الإبداعي في عالم يشيع فيه الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد؟ تقدم النتائج عددا من الرؤى المهمة حول كيفية تعزيز ورعاية مهارة التفكير الإبداعي في عالم يشيع فيه. أول تلك النتائج تشير إلى أن التركيز على العناصر الإنسانية للإبداع أمر بالغ الأهمية، فيمكن أن يهدد الذكاء الاصطناعي الإبداع البشري من خلال أتمتة العديد من المهام التي كانت تعتبر ذات يوم صفة تحمل أو تحمل صفة إبداعية، ومع ذلك فإن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك القدرة على تكرار تلك العناصر الإنسانية للإبداع، وأركز هنا على تكرار القيم والعواطف والتجارب. لذا من المهم التركيز على هذه العناصر عند تعزيز الإبداع في عصر الذكاء. تشير هذه النتائج إلى أن الاحتفاء بتنوع أشكال الإبداع والابتكار أمر بالغ الأهمية، فلا يوجد نموذج واحد للإبداع، هناك العديد من الطرائق المختلفة للإبداع، ومن المهم الاعتراف بجميع أشكال الإبداع وتقديرها بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه. أخيرا تشير النتائج إلى أن دعم المساحات والبيئات التي تدعم الاستكشاف الإبداعي والتعاون أمر بالغ الأهمية، فالإبداع هو عملية اجتماعية، والأشخاص أكثر الإبداع عندما يكونون قادرين على العمل معا. لذلك من المهم خلق مساحات وبيئات تسمح للأشخاص بالتعاون وتبادل الأفكار. سأنتقل إلى السؤال الثالث: ما هي الطرائق الرئيسية التي يمكن من خلالها استخدام الآلات الذكية والذكاء الاصطناعي لتعزيز التفكير الإبداعي في التعليم؟ سأنتقل إلى النتيجة فقط تفاديا للتأخير أكثر. نستشف من نتائج هذا الاستطلاع رؤى قيمة حول الطرائق التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفكير، إذ يمكن المعلمين والمديرين التربويين استخدام هذه النتائج لتوجيه قراراتهم حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في برامجهم التعليمية. هناك السؤال الرابع: كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتحسين جودة المحتوى التعليمي في مجال الأدب؟ جاءت نتائج الاستطلاع كما نرى وفق الآتي: توفير تجارب تعليمية مخصصة بنسبة 7%، هناك إتمام مهام مكررة 2.57، إنشاء بيئات تعليمية تفاعلية بشكل متطور 7.4، توفير الوصول إلى نطاق أوسع من الموارد الأدبية بنسبة 50%. تظهر النتائج أن الطريقة الأكثر شيوعا لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتحسين جودة المحتوى التعليمي في مجال الأدب هي توفير الوصول إلى نطاق أوسع من الموارد الأدبية، بحكم أنها قد احتلت النسبة الأكبر. إذا ننتقل بعد ذلك إلى السؤال. الفاضلة دكتورة، عذرا انتهى الوقت من فضلك، نعم أستاذي، انتهى الوقت من فضلك، نعم أعتذر، تفضل سأعطي الخاتمة، توصيات نعم أو سأقوم، بأقل من دقيقة من فضلك، بأقل نعم. من دقيقة. إذا استقراء الرئيسية التي قد تواجه مهارة التفكير الإبداعي مستقبلا في عالم يهيمن فيه الذكاء الاصطناعي الضيق وبوادر الذكاء الخارق والذي يسيطر مسارها بوضوح، يمكننا رصد نسبة هذه التحديات من خلال استطلاع الرأي الشامل شمل عينة من الباحثين والمتدربين. إذا سأنتقل إلى الخاتمة والتوصيات. تشير نتائج الاستطلاعات المقدمة إلى أن الذكاء الاصطناعي رغم كونه يقدم فرصا للإبداع البشري، فهو يهدده أيضا من خلال أتمتة العديد من المهام التي كانت تعتبر ذات يوم إبداعية خاصة بالإنسان. وفي جانب التفوق عجز أمام هذه الخاصيات الإنسانية التي تميز الإنسان دون غيره كالعواطف والقيم، إذ باستحضار هاتين الخاصيتين تتعزز الكفاءات الإبداعية وبغيابهما تتهاوى. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله بك أختي الفاضلة دكتورة رجاء على هذا العرض المميز. نعتذر من حضرتك عن أخذ المداخلات. ممكنكم أخواني الحضور الكتابة عبر
شات للأخت الفاضلة دكتورة رجاء بأي مداخلات. نعود معكم والعود أحمد للبحث الرابع تحت عنوان توظيف الذكاء الصناعي في البحث الأكاديمي للأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة إيناس يحيى عبد الله، ونحن قد أسلفنا بتقديم الأخت الفاضلة لحضراتكم. فأختي الفاضلة دكتورة إيناس، المايك مع حضرتك، الرجاء الالتزام بالوقت، العرض ب10 دقائق فقط لبحثك. شكرا جزيلا، تفضلي. السلام عليكم أستاذنا الأفاضل، عليكم السلام ورحمة الله. وأشكركم على جهودكم الطيبة وأعتذر للتأخير. عنوان بحثي: توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي. محاور البحث راح تكون مقدمة للذكاء الصناعي، دورة في البحث الأكاديمي وتطبيقات الذكاء. السؤال حقيقة المطروح في الأوساط الأكاديمية: ما هو الذكاء الصناعي؟ يمكن إيجاز الذكاء الصناعي هو استخدام تكنولوجيا التعليم الآلي مهام. هذه المهام من شأنها أن تساعد على التنبؤ بأي مشكلة موجودة عندنا في أي مجال، وتساعدنا أيضا على جمع البيانات والتعليمات المتاحة. الذكاء الصناعي حقيقة في السنوات الأخيرة أحدث ثورة كبيرة في التكنولوجيا الرقمية. هذه الثورة كانت تحاكي دائما القدرات البشرية للباحثين، وخاصة في القطاع الأكاديمي، بما تمتلكه هذه الثورة من إمكانيات على مساعدة الباحث في حل مشكلة، كأن تكون مشكلة رياضية، إنجاز مشروع هندسي، التنبؤ بمرض. أكيد هذه الأنواع من المشاكل تتطلب درجة عالية من الدقة، التفكير، التحليل، وهذا بالتأكيد الموضوع اللي حرص الباحثون على مواكبته في برامج الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي حقيقة سبب الاهتمام به إنه الإمكانيات اللي يمتلكها من الخوارزميات، من أساليب التعليم الآلي، كلها حقيقة ساعدت الباحثين على جمع البيانات بوقت قصير، إتمام مهام حقيقة أيضا بوقت قصير. أيضا هذا كله ساعد على التسريع في وتيرة الاكتشاف العلمي، وهذا راح نلاحظه في نهاية البحث، وأيضا تحسين جودة النتائج. حقيقة الذكاء الصناعي حقيقة شكل نقلة نوعية في مجال البحث الأكاديمي بشكل خاص. مثل ما ذكرنا، دقة المعلومات وجودة النتائج، كل هذه حقيقة حققت نقلات كبيرة في المجالات الطبية، الهندسية، الرياضية. هاي النقلة أتت من أنه الباحث ممكن أنه يجري تجربة بوقت أقل، بفاعلية أفضل، هيئت له مقاييس لتحليل النتائج بدقة عالية، ساعدت على الحصول على نتائج أفضل وأسرع. وهذا بالتأكيد أي باحث حقيقة يحتاجه في عمل البحث، خاصة في المجالات التطبيقية. لذلك أصبح الذكاء الصناعي حقيقة هو أداة أساسية في البحث العلمي، لا غنى عن الباحث من استخدامها في مختلف المجالات الطبية، الهندسية، الاقتصادية. بشكل عام الذكاء الصناعي صنف إلى عدة أنواع. كل نوع حقيقة يناسب مرحلة من مراحل التعليم أو نوع من أنواع البحث الأكاديمي. مثلا النوع الأول، النوع الأول أطلقوه بالذكاء الاصطناعي الضيق، لأنه يختص بمجال واحد فقط، يعني أدي مهام لإنجاز مهمة واحدة فقط، أشبه بلعبة الشطرنج مثلا، هذه اللعبة الوحيدة اللي ممكن أنه ينجزها. النوع الثاني هو العام، هذه حقيقة مستوى ذكائها، بمستوى ذكائها ممكن أن تؤدي المهام اللي يمكن الإنسان أن يهديها. لكن النوع الأفضل حقيقة والأكثر أهمية هو النوع الفائق حقيقة، اللي يؤدي مهام أكثر من المهام اللي ممكن يؤديها العقل البشري. هذا تقريبا هو حقيقة اللي إحنا نحتاجه حتى نحقق الإبداع العلمي والتميز لما يقدم لنا من مهارات وإمكانيات. الذكاء الصناعي حقيقة حاولت أنه أركز على نقطة أساسية أو أستخدمه في مجال الأساسيات، اللي هو النمذجة
والجانب الطبي. في مجال النمذجة الرياضية أقدم بشكل موجز فكرة عنها. النمذجة الرياضية أي مشكلة موجودة في الحياة ممكن أن أمثلها بنموذج رياضي مكون من مجموعة من المعادلات وأحلها. لكن مع ظهور الذكاء الصناعي حقيقة مكنني من أنه أحقق نتائج أكثر دقة لوصف الظاهرة والتنبؤ بها وشرحها بدقة عالية لما هي إياه من برمجيات متطورة ومن خوارزميات حديثة. وظفت حقيقة هاي الإمكانيات الحاسوبية العالية في دراستي عن حركة المفاصل البشرية وكيف ممكن أحسب قمم الإجهاد لكل مفصل أثناء الحركة. أنا حقيقة كانت عندي دراسة سابقة عن الموضوع قبل استخدام الذكاء الصناعي، لكن مع استخدام البرمجيات الحديثة اللي هي إياها الذكاء الصناعي حققت نسب تكاد تصل دقتها إلى 85%، وقدرت أنه أتوصل إلى قمم الإجهاد في المفاصل الأكثر حيوية اللي هي الورك، الركبة، الكاحل. فهذا أحدث لي نقلة نوعية في مجال عملي في البايوميكانيك. أيضاً وظفت أيضاً الذكاء الصناعي، يوجد هناك جهاز هو جهاز إيما يحتوي هذا على مستشعرات تقيس درجة المرونة أو درجة تيبس العضلات، وهذه حقيقة جدا مهمة لتشخص لي بداية أي مرض ممكن يصيب الأعصاب اللي خاصة بهذه المناطق الحساسة في جسم الإنسان. أيضا هذا الجهاز ممكن أن أوظفه حتى أحسب كتلة ومؤشر العضلة. قدرت أوظف إمكانيات هذا الجهاز طبعا في إيجاد مؤشر الكتلة العضلية لمراحل عمرية مختلفة، وبعد أن قارنت حقيقة أوجدت أنه أيضا يتمتع بدقة عالية في النتائج. هناك أيضا توظيف آخر للذكاء الصناعي في مجال طب القلب والأوعية الدموية. بما أنه إحنا نعرف أنه الذكاء الصناعي هي التقنيات التي تلامس كل جوانب الحياة، وأهم جانب من جوانب الحياة هو الجانب الطبي، لذلك فاستخدامنا الذكاء الصناعي لبرمجة أجهزة الكمبيوتر، وخاصة إحنا نعرف أنه كل عمليات اللي تحدث في مجال طب القلب الأوعية الدموية تحتمل على الكمبيوتر، من القسطرة، من تبديل الصمام، من فتح الشرايين، كلها تحتمل على أجهزة الكمبيوتر. فأكيد الذكاء الصناعي راح يكون هنا أكثر تأثيرا من خلال مساعدتنا على تحديد المشكلة بأسرع وقت لإنقاذ حياة المريض وتحقيق أفضل نتائج. الاستخدامات أيضا اللي لمستها في هذا المجال في الذكاء الصناعي هي الكشف عن أمراض القلب وعلاج السكتات الدماغية بشكل أكثر سرعة من خلال كفاءة الأشعة التشخيصية اللي من خلالها تحدد أنه ممكن شخص يكون معرض للإصابة بسكتة أو أنه ممكن يصاب بجلطة، بس أنه جلطة عدت ممكن أنه الشخص يأخذ نظام علاج. الذكاء الصناعي أيضا استخدم أداة فحص جديدة نحدد من خلالها مشكلات القلب اللي ما لها أعراض التي تعرف به خلل البطين الأيسر، وحقيقة حققت نتائج جدا ممتازة، وصلت إلى تشخيص 93% من الحالات، وهي حقيقة يعني إنجاز، يعني يضاف إلى إنجازات الذكاء الصناعي في المجال الطبي. أهم النتائج حقيقة، للأسف أنا ما قدرت أعرضها كلها لضيق الوقت، اللي أوجستها في مجال الاستخدامات للذكاء الصناعي في البحث الأكاديمي، في مجال طبعا أنا استخدمته في البرمج عفوا النمذجة، وفي مجال طب الأوعية الدموية، إنه استخدامنا للذكاء الصناعي حقيقة وتوظيفنا لآلياته في المجال الطبي حققت نتائج أفضل مقارنة مع دراسات سابقة. ايضا قدمت لنا دراسات تطبيقيه في الميكانيكا الحيويه، مثل ما شفنا انه حسبت لنا مؤشر الكتله العضليه والكتله وقمم الاجهاد ممكن تتعرض لها المفاصل. ايضا كثير من المشاكل مثل ما شفنا الطب والاوعيه الدمويه ومشاكل البطين الايسر ممكن احنا حقيقه عالجناها من خلال برمجيات وخوارزميات الذكاء الصناعي، والنتائج حقيقه جدا كثيره، لكن أنا حقيقة حاولت أوجزها بهذا القدر البسيط، وشكرا لكم.
بارك الله فيك أختي الفاضلة الدكتورة، بإمكان أخذ مداخلة واحدة أخي السعد عدنان إذا أمكن. نعم نعم دكتور، نعم بارك الله فيك. معنا الأستاذة بشرى كمال، تفضل. تفضلي ست بشرى. أستاذ أبو شكر، معكم الصلاحية، تفضلي. نستثمر الوقت. أنا لدي مداخلة مع الأخت الفاضلة دكتورة إيناس. أختي الفاضلة دكتورة إيناس، هل تم الاستخدام العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي خصوصا بما يخص موضوع العضلات؟ عفوا أستاذ، بس عفوا السؤال لطفا. أقول هل تم التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخص بعض التخصصات الطبية خصوصا بما يخص أمراض العضلات؟ نعم دكتور، حقيقة احنا أجرينا دراسة تطبيقية حقيقة شملت أكثر من 200 شخص، المراحل العمرية تتراوح من 30 إلى 50. أجرينا مقارنة حقيقة بالحالة اللي استخدمنا بها الطرق العادية، يعني نظام المعادلات في حل النتائج، واستخدامنا لتقنيات الذكاء الصناعي وأجهزته طبعا اللي يمتلكها، حققنا نسب حقيقة دقة جدا عالية باستخدام الذكاء الصناعي. هنا بينت أهميته، يعني أكو حقيقة برمجيات تساعدك على أنه تحلل الإجهاد اللي يكون بهاي المفاصل الثلاثة بدقة جدا عالية، ويمكن هو العمل بكثير تفاصيل حقيقة، بس ما أسعفنا الوقت أنه نعرضها كلها في مجال البايوميكانيك، يعني استخداماته جدا كثيرة، وهذا حقيقة راح يشهد يعني كثير من التقدم العلمي في مجال البايوميكانيك والمجالات الهندسية. بارك الله فيك أختي الفاضلة، أنا مهتم بهذا الموضوع ولدي كثير من البحوث بما يخص الديزيز ديتكشن للمايو باثيك اللي هو الأمراض التي تصيب المسلز، وعندي أبحاث مشهورة كثيرة بيزد الاي ام جي سيجنال اللي هي الالكترون مايوغرافيك سيجنال. إن شاء الله يكون تواصل مع حضرتك أتمنى والله من دواعي سروري. للتعقيب. نعم إن شاء الله، بارك الله فيك، إن شاء الله إن شاء يحفظك. الله دكتور، من دواعي سروري طبعا، أفتخر بيك. بارك الله إن شاء الله يحفظك. إذا إخواني الأفاضل، ننتقل مع حضراتكم. إذا كانت الأستاذ الدكتور قاصدي فايزة موجود، أخي الفاضل الأستاذ عدنان. الدكتور للأسف إلى الآن لم نستطع أن نوع من الاتصال. نجعلها تدخل معنا. نعم لم نعم، تدخل معنا إلى الآن. نعود إلى البحث الثالث. إذا كانت الأخت الفاضلة الدكتورة إيناس السيد محمد قد تواجدت معنا مجددا. يعني يا ريت لو الأستاذ الدكتورة قاصدي فايزر والدكتورة إيناس إذا داخلين مثلا بغير أسماء رفع عدات اليد أو كذا، لأنه تواصلنا معهم على الواتساب للأسف ما في يعني تواصل. إذا بالإمكان إلى أن نجدد التواصل مع الأختين الفاضلة الأستاذة الدكتورة إيناس والأستاذة الدكتورة قاصدي، أن نأخذ مشاركتين، لدينا بعض الوقت من الأخوة الحضور، مع أي من الأخوان الباحثين أو مداخلة بما يخص عنوان المؤتمر وهو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. إذا كان أحد من الحضور الأخوة الأفاضل يحب المشاركة أو المداخلة مع الباحثين أو مداخلة عامة، نستطيع أن نأخذ مداخلتين لمدة دقيقتان كل نعم مداخلة. نعم من أحب أن يطرح سؤالا أو استفسارا ويعمل مداخلة فليتفضل برفع أداة اليد رايس هاند، أو طرح سؤاله في صندوق الدردشة الشات وسنعطيه الصلاحية إن شاء الله. تفضل. أنا لدي مداخلة وهي نصيحة أنصح بها نفسي أولاً والأخوة الباحثين على وجه المعمورة، وهي استخدام
أدوات الذكاء الاصطناعي في الحصول على نتائج البحث العلمي، وليس توظيف الذكاء الاصطناعي في كتابة البحث العلمي. وهذا ما أدلت به الأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة إيناس بكيف أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كانت البراكتيكال تولز أو السوفت وير تولز بإيجاد النتائج للذكاء الاصطناعي للنتائج البحثية. لأن حقيقة يا أخواني الأعزاء، نحن في البحوث التطبيقية لدينا أمران مهمان بإيجاد النتائج، خصوصا بمسائل الإيفالويشن للنتائج لإثبات النتائج المستحصلة، أما يكون إثبات عملي، ولدينا أيضا إثبات بما يسمى بالفيرتشوال رياليتي. وأبدعت تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعشيق مع مجال الفيرتشوال، وأنا لدي محاضرة مع منصة أريد صور عام 2023 أو 2022 عن استخدام أدوات الفيرتشوال رياليتي باستخلاص النتائج لطلبة الدراسات العليا. لأن إخواني بعض البحوث التطبيقية إذا أراد الباحث أن يعمل بحث تطبيقي ويستخلص نتائج عملية قد يكون التكلفة باهظة الثمن، خصوصا إذا كانت هذه البحوث بمجال الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية. أنا اختصاصي هندسة كهربائية أنظمة الذكاء، أنظمة السيطرة الذكية. نحن في مجال الهندسة الكهربائية بحوثنا أقل التكلفة، لكن في باقي التطبيقات الهندسية كانت تكون بحوث الهندسة البتروكيميائية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة المدنية تكون باهظة الثمن. لكن إذا أراد الباحث أن ينحى باتجاه الفيرتشوال رياليتي والتعشيق مع الذكاء الاصطناعي، فقد يبدع باستخلاص نتائج ومبرهنات جدا متطورة. بالإمكان أن تكون مشروع لبراعة اختراع أو لمشاريع استثمارية. فأنصح نفسي والأخوة الباحثين بالبحث والغوص بتقنيات الذكاء الاصطناعي التطبيقية ومجال السوفتوير لإيجاد نتائج للبحوث وليست لكتابة البحوث. لا يغر أحد منا سرعة كتابة الثيورتيكال بارت والميثودولوجي أو الباك جراوند للبحث اللي قد يستغرق منا أيام يمكن عمله التولز للذكاء الاصطناعي بدقائق معدودة، ويرجع الباحث يعمل بارفريزنج ويشوه لغة البحث. ولا هو احنا بالمثل العراقي عندنا يقول ضيع المشيتين، لا هو حافظ على نسق كتابة الباحث بالذكاء الاصطناعي، ولا هو أجاد في إعادة صياغة الجمل وإخراجها بالشكل اللائق. وخصوصا أنه نحن البلاد العربية لسنا بنايتف سبيكر للغة الإنجليزية، وحتى إن أرسله إلى مدقق لغوي سيحير مدقق لغوي بكتابة البحث. فالأفضل والأرتب والأجود أن نستثمر أدوات الذكاء الاصطناعي بإيجاد نتائج البحوث وليست كتابة البحوث. بارك الله بكم، وأنا آسف على الإطالة بخصوص مداخلتي، وإذا كانت توجد مداخلات أخوي الفاضل الأستاذ عدنان يمكن أخذها بخمس دقائق مداخلتين. لا توجد مداخلات دكتور، لكن نستغل الوقت قبل، يعني بقي معنا تقريبا 8 دقائق، نشرح على طريقة الحصول على الشهادة. بارك الله بك، تفضل المنصة مع حضرتك. شكرا جزيلا، وبارك الله بكم أخواني، وآسف على الإطالة معكم. شكرا جزيلا، وأعذرونا إن كان ألحينا على بعض الباحثين بمسألة الوقت. شكرا جزيلا أخي الفاضل أستاذ عدنان، شكرا جزيلا أختي الفاضلة دكتورة مريم بترتيب الجلسة، وبارك الله بكم. شكرا جزيلا، وأسأل الله التوفيق لمنصة أريد والعاملين بمنصة أريد.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم سعادة البروف يوسف المشهداني. وأيضا شكر الموصول لجميع الأساتذة المشاركين معنا بأوراقهم البحثية في هذه الجلسة البحثية في المؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. وهذه إن شاء الله ختم مسك الختام، فهي الجلسة الأخيرة من جلسات المحفل الدولي العلمي 14 وبنسخته الإلكترونية. فنشكر جميعا الدكتور محسن رمضان والدكتور حمزة العلي وأيضا الدكتورة إيناس يحيى والدكتورة مروة سويلم وأيضا الدكتورة سماح المعمري وندى محمد حسن مطر وأيضا الأستاذ محمد باحو، الباحثة فاطمة الفرحان وأيضا الدكتورة رجاء بن حيدة ولجميع حضورنا الكرام. نعم بارك أحبتنا الله بك. الكرام، بارك الله بك دكتور. نعم أحبتنا الكرام، نقوم إن شاء الله الآن سوية عفوا بشرح طريقة الحصول على الشهادة، فقد تم وضع رابط الشهادة والحضور في الدردشة الشات، والآن نقوم بشرح طريقة الحصول على الشهادة سويا إن شاء الله. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية فتظهر أمامكم بالصورة الواضحة. نعم بالنسبة للأعضاء المشتركين أو المشاركين في المنصة بإمكانهم فقط الضغط على تسجيل الدخول فيطلب الأمر فقط البريد الإلكتروني وكلمة المرور. أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يسجلوا بعد فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا ويتطلب الأمر وضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك بريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل فترسل المنصة رابطا على الإيميل وذلك لتأكيد الحساب. وأيضا هناك فيديو مرفق لطريقة وشرح مبسط لعملية التسجيل. بعد ذلك ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمنصة أو ما يعرف بالحائط والتي تظهر أمامكم، وهذا ما يسمى الحائط بالنسبة للمنصة، وتشاهدون فيه بوابة المحفل العلمي الدولي 14. نقوم باختيار الجلسات، نقوم باختيار رابط الجلسات من أعلى الشاشة، ندخل على الجلسات. نعم تظهر أمامنا هذه جميع الجلسات، نختار منها اليوم الخامس أو اليوم الأخير، وننتقل بعدها مباشرة إلى الشهادة للمؤتمر الدولي التاسع للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم المتنوعة. نضغط على نيل تظهر أمامكم فنتحول مباشرة إلى الرابط الخاص بتحميل الشهادة الذي يظهر أمامكم. طبعا قبل هذا يظهر مربع حوار بإمكانكم فيه تعديل الاسم كوضع اللقب العلمي أو اسم العائلة. وبالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية فبإمكانهم تحميل جميع الشهادات مجانا، أما بالنسبة للأعضاء الذين لا يمتلكون العضوية الاحترافية فالشهادة برسوم رمزية قدرها 20 دولار، وهذه الرسوم فقط لاستمرارية المنصة. ولمن يسأل عن طريقة تعبئة الرصيد فبإمكانه الضغط على علامة الزائد من أعلى الشاشة في الطرف في زاوية الشاشة اليسرى أعلاها، نضغط على علامة الزائد فتظهر لنا طريقة تعبئة الرصيد، وهذه هي طرق تعبئة الرصيد أمامكم. ويوجد أيضا فيديو مرفق لعملية تعبئة الرصيد أيضا. ننوه أيضا أحبتنا الكرام إلى أننا إن شاء الله سنقوم برفع جميع التسجيلات للمؤتمرات التي شاركنا بها في الأيام السابقة على القناة الرسمية للمنصة أريد على اليوتيوب والتي تشاهدونها أمامكم. هذه هي القناة الخاصة
المنصة على اليوتيوب، وتشاهدون أيضا فيها بعضا من الفعاليات التي قدمت في الأيام السابقة. نعم، إلى هنا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الجلسة البحثية. نشكر لكم تواجدكم معنا واهتمامكم بهذا المؤتمر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر يتجدد عند الساعة 3 مع محاضرة للدكتور لقاء مكي. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.